يا صباح الخيرات والنفحات والبركات على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. كل سنة وكل حضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وبنرحب بيكم في حلقة النهاردة. طبعا هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كل الجديد وآخر الأخبار، وبطبيعة الحال هنستعرض كمان مع حضراتكم مشوار النادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الرحمن على كافة الأصعدة محليا وقاريا وكمان دوليا، لو خدنا في الاعتبار مشاركته طبعا في كأس العالم للأندية. صباح الفل عليك. صباح الخير شيرين. صباح الخير والهنا على حضراتكم جميعا، كل اللي بيتابعنا دلوقتي وكل اللي بيبقى مهتم كمان أكيد بأخبار النادي الأهلي من بداية اليوم كده مع 10 الصبح في الأهلي. بنبدأ مع حضراتكم وكل الجديد أكيد بيكون إلى حد كبير حصري معانا طبعا في البرنامج. ثلاث شهور تقريبا متبقيين، وعندك ثلاث شهور فيهم أكتر من بطولة، ماتشات كتيرة جدا، تحديات وتنافس بشكل عالي جدا، أكيد هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا ننوه عن ضيوفنا النهاردة. كالعادة في ساعتنا الثانية هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هينورنا فيها كابتن ماجد عاشور وهو المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاولة، والفقرة الثانية هينورنا فيها الناقد الرياضي الأستاذ عبد القادر سعيد، ودي طبعا الفقرة اللي هنفصص فيها مع حضراتكم كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي. وبالمناسبة بما أننا في نهاية الأسبوع وبما أننا كمان في نهاية شهر سبتمبر، يعني خلاص قدامنا ثلاث شهور بالتمام والكمال على نهاية السنة، حابين ان احنا نتكلم مع حضراتكم سريعا في الماتشات والبطولات المنتظرة ان شاء الله لفريقنا، سواء في بطولة الدوري او باقي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. اولا زي ما اكيد حضراتكم عارفين النهاردة اتأجلت مباراة سيراميكا كليوباترا اللي كان المفروض تتلعب النهاردة، ولغاية النهاردة الوضع كالاتي محليا. احنا لعبنا في الدوري مباراة واحدة فقط لغير امام فريق المصري، وطبعا تابعنا الماتش اللي كسبنا فيه 4-0. عندنا ماتش مهم جدا يوم الجمعة اللي جاي امام سان جورج الاثيوبي في اياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، اللي طبعا بعدها مباشرة بإذن الرحمن هندخل مرحلة دوري المجموعات، بعد كده هندخل في فترة التوقف الدولي واللي طبعا هيلعب فيها منتخب مصر ماتشين في الإمارات، ماتش منهم مع زامبيا والماتش الثاني مع الجزائر، وبعد عودة مسابقة الدوري عندنا مباراة مهمة جدا مع الإسماعيلي هتتلعب يوم 8 أكتوبر، بعدها مواجهة قوية في الدور ربع النهائي تحديدا يوم 20 أكتوبر أمام سيمبا التنزاني، طبعا الكلام ده في دوري السوبر الإفريقي، وماتش العودة يوم 24 من نفس الشهر، واللي أكيد عندنا طموحات كبيرة جدا في الفوز بأول نسخة من هذه البطولة، وأكيد بنتمنى التوفيق للكل بإذن الله. أكيد، وهم ثلاث شهور زي ما قلنا يا كريم، ثلاث شهور يعني متبقيين، لكن عندنا ماتشات مهمة جدا وماتشات كمان تقيلة بشكل كبير. وخليني أتكلم برضو عن آخر الشهر اللي جاي عشان حضراتكم تبقوا برضو مطلعين على المواعيد تحديدا. عندنا مباراة في الدوري يوم 29 أكتوبر هتكون أمام بلدية المحلة، بعد كده عندنا المقاولون العرب، بعد كده عندنا يوم 4 نوفمبر، وبعد كده سموحة 28 أو 29 ده لسه ما تحددش طبعا نوفمبر، وبعد كده مواجهة مع زاد. أنا الماتش ده عايز أحضره، ماتش زاد هيبقى 5 برضو أو 6 ديسمبر، لسه لم يتم تحديده بشكل يعني قاطع، لكن أنا عجبني جدا الماتش ده. ليه بقى؟ لأن أنت بتتكلم عن يعني نادي صاعد للمرة الأولى، ونادي من الأندية طبعا اللي بيطلق عليها أندية الشركات، بتلاعب وبتنافس أكبر نادي في أفريقيا ومصر، فأكيد هتبقى تنافسية شديدة، أكيد متوقعين أن زاد هيبذل أقصى ما عنده من يمكن من بداية كمان الموسم وهو بيستعد ممكن يكون لهذه المباراة. وعلى الصعيد الثاني برضو أنت بتتكلم عن جماهيرية النادي الأهلي، وبرضو نادي زاد على فكرة نادي يمكن من أندية الشركات، بس من أندية الشركات اللي عندها كوادر كويسة، وهي معظمها برضو جاية من أندية أخرى ومنها النادي الأهلي، لكن برضو أنا مترقبة أشوف إيه اللي هيحصل في هذه المباراة تحديدا، هتبقى ممتعة أنا متأكدة. أكيد. هتبقى ممتعة بشكل كبير، طموحهم كبير كمان وشغالين على نفسهم شغل زي الفل. وبصي للأمانة هو دايما يعني ماتشات الأهلي ضد أي فريق ايا كان مين هو الفريق المنافس، بس هو دايما بيطلع احسن ما عنده، واللعيبه بياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي للكلمه، عشان فرصه عظيمه، اداء بيبقى مختلف، دي حقيقه متشافة، ماتش بيتفرج عليه ملايين المصريين في كل مكان، فاكيد هيبقى ماتش حلو فعلا. خلينا بقى نكمل كمان، عندنا مباريات اكيد مؤجله زي ما حضراتكم عارفين، وفي حاله ان شاء الله تخطي يعني عقبه هنا بقى سيمبا زي ما كريم كان بيقول في دوري السوبر الافريقي والصعود بعد كده للدور نصف النهائي عشان مواجهه المتاهل بقى من سان داونز او بيترو اتلتيكو، برده سان داونز يعني الكلام فيه هيكون مطول اكيد. وفي نفس السنه برضو عندنا بطوله كاس السوبر المصري للابطال في الفتره هتكون من 24 تحديدا ل 29 ديسمبر، كمان عندنا بطوله كاس العالم للانديه طبعا والاهم اكيد هتبدا برضو بالنسبه للنادي الاهلي يوم 15 ديسمبر، وهتبقى تقريبا مواجهه محتمله الناس كلها بتتوقع اكيد هيكون اتحاد جده السعودي، طبعا اكيد في حاله فوزه على اوكلاند سيتي، وبالتالي نسبه فوزه يا كريم برضو هتبقى على اوكلاند سيتي اكبر، يعني ما نتوقعش ان احنا
ان لاعب اوكلاند سيتي، بالتالي هنلاعب يعني الفريق بالظبط. واعتقد كمان المواجهه هتبقى صعبه، والناس بتقول لك على فكره طبعا. لو انت عديت طبعا. العقبه دي هتقدر ان انت ممكن يبقى في امل ان انت تواجه مان سيتي في النهائي. ده هيحصل ولا لا؟ يا سلام. يعني ممكن يكون سيناريو، ممكن يكون سيناريو قريب، ممكن يكون سيناريو مش قريب، بس هيبين. بس نتمنى، لان احنا زي ما اتكلمنا امبارح برضو مع الاستاذ محسن لملوم طبعا الناقد الرياضي، اتكلمنا ان يمكن دي الفرصه الافضل للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان هو يقدر يحقق نتيجه مختلفه الى حد ما، حتى لو احنا اتكلمنا على ان يبقى ترتيب تاني. بعد كده هيبقى في انديه اوروبيه اصعب، والموضوع هتبقى اعتقد مش اسهل ابدا، او السيناريو مش هيبقى اسهل على النادي الاهلي. فعلى كل حال خلينا كمان نكمل، عندنا كمان زي ما قلنا كده 3 شهور مهمين جدا، بس كمان لازم يكون في تركيز، لازم يكون في تركيز في كل بطوله. حاسه اكيد كمان بطوله الدوري ودوري السوبر الافريقي، وعندك كاس السوبر وطبعا الابطال المصري، يعني عندك ماتشات وعندك بطولات كتيره جدا. كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. 3 شهور صعبين لكن أكيد. مهمين، وبعد كده خلاص الموضوع ممكن يكون اخف يعني بشكل كبير، لكن يعني هيبان. وانا اتمنى يا كريم دايما ضربات البدايه تبقى ناجحه او تبقى جيده على النادي الاهلي، بتفرق بشكل كبير. هي الحقيقه زي الفل ما عدا يعني حاجه واحده، يعني بس خلينا برده نبقى يعني اشمعنى في دي مش عايزه تقلبي الصفحه كما هي عاده الاهلاويه؟ لا قلبناها طبعا، قلبناها طبعا، بس ستيل ما كانتش حاجه متوقعه، خصوصا ان انت كنت بتلاعب نادي يعني ما هوش صعب فنيا، مش صعب، قارن تاريخك بتاريخه مش صعب، يعني في امور كتيره لو جيت حسبتها يا كريم لا هتلاقي ان انت خسرت خساره يعني ما كانش ليها لازمه، ده اللي انا بقوله. لكن طبعا عادي انك تخسر، فريقك يخسر مفيش مشكله، ده وارد. احنا يعني الموضوع زي ما كان فايلر بيتكلم زمان، قالك ده ملوش، هو مش بلاي ستيشن، عادي ممكن فريق يخسر ويكسب، بس مش ماتشات سهله، ده اللي بيزعل شويه. بصي ما هو عشان ملهاش لازمه يعني الخساره دي وضياع لقب البطوله دي، عشان تحديدا ده حدث ملوش لازمه، كل الاهلاويه اتضايقوا، لانه كنا بالنسبه لنا كنا اكيد هنفضل ان احنا نستهل موسم جديد ببطوله، ودي بطوله كلها محصوره في ايه؟ ماتش واحد ومع منافس يعني مش قد النادي الاهلي. فعموما قدر الله ما شاء فعل، وعزائنا الوحيد في هذا الاطار يا حضرات ان النادي الاهلي كما عودنا دائما في حال لا سمح الله خسرته للقب اي بطوله من البطولات، اضعف الايمان يعني يعوضها لك بخمس ست بطولات من البطولات اللي هو بيشارك فيها. أنا يعني معاك، وانا متفائله جدا بكاس العالم للانديه، يعني ان شاء الله لو عدينا اتحاد جده بجد هيبقى في فرصه كبيره جدا، رغم ان هم طبعا عندهم اسماء كبيره جدا دلوقتي يعني انضمت ليهم وصفقات اكثر من رائعه وبمبالغ كبيره طبعا. بس ستيل ده مش مقياس على فكرة، أنا مش بشوف أنه هو مقياس، لكن أعتقد النادي الأهلي برضو عنده صفقات وعنده اسمه وعنده كولر على فكرة. أنا عندي ثقة كبيرة جدا في مارسيل كولر، أعتقد أنه هو مش بس هيجي يعني يشارك هذه النسخة، أنا أتوقع إن شاء الله هيبقى فيه مشاركة بنوع أو بشكل مختلف. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، بس انت عارف ان اوقات توقعاتي ايه بتظبط يعني والله العظيم بنسب اكبر، فان شاء الله ربنا يصلح الحال، وان شاء الله نسعد بنهايه مباراه الاهلي واتحاد جده ان شاء الله المقدر لها اكيد في كاس العالم للانديه. وباذن الله لو يعني كالعاده كان الاهلي بمن حضر، ولو كان من ضمن الحضور روح الفانيلا الحمراء بالظبط، فهتهون الفجوات والمسافات، وان شاء الله يبقى الماتش ده في المتناول باذن الرحمن. تعالوا بقى نروح لمنتخب المنتخب الاول المصري لكره القدم للسيدات. الشهر الجاي برضه هيشهد مباراتي لمنتخب مصر للسيدات تحت سن 20 سنه، ماتش منهم امام نظيره ساو تومي في تصفيات افريقيا المؤهله لنهائيات كاس العالم في كولومبيا. وبالمناسبة البطولة دي مقرر لها أنها تتلعب السنة اللي جاية إن شاء الله. هيواجه منتخب الشابات منتخب ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الإفريقية، على أن تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من نفس الشهر لموقعة الإياب. طبعا اللي بيحصل ده كله يعني خطوات مهمة جدا بتاخدها الحقيقة كرة القدم النسائية. ولسه كنا بنتكلم مع حضراتكم اليومين ثلاثة اللي فاتوا عن تفوق منتخب السيدات الأول، وبصراحة يعني احنا متفائلين جدا جدا بالخطوات اللي بتتاخد دي، وبإذن الله هنعمل حاجة ونحتفل معاهم ببطولات قريب إن شاء الله. بص اتمنى يكون قريب زي ما انت بتقول، بس بتهيالي الموضوع مش هيبقى سهل قوي كده، لان دي رياضه فيها لاعبات من زمان جدا، ممكن من 20 سنه واكتر كمان عندك الكوادر يا كريم، بس ما كانش فيه الاهتمام خالص خالص، ولا كان حد حتى بيؤمن وقتها بكره القدم النسائيه او البنات ممكن يلعبوا كوره اصلا، وان يجذبوا انظار كمان العالم بشكل كبير. اللي حصل على ارض الواقع ان العالم ابتدى يختلف شويه، مش بس في الداخل يا كريم، يعني ابتدت كره القدم النسائيه، واحنا عملنا البطوله كاس العالم اللي كانت في استراليا
الأخيرة يعني كرة القدم النسائية، وشفتوا قد إيه كان في حضور غير مسبوق لأول مرة، أعداد بالملايين يعني، كانت جابت الريفينيو بتاعها أو العائد بتاعها كان بالملايين، المشاهد يعني حضور كان أكثر من رائع. فده إدى انطباع شوية أن كرة القدم النسائية بقت ليها رواج، بقى ليها شعبية في العالم كله. ده أثر بالتالي على برضو الداخل، فابتدت الناس طب ما في بنات بتعرف تلعب، وعلى فكرة في ماتشات كنا بنشوفها في كأس العالم كرة القدم النسائية صدقوني بيلعبوا أحسن من لما بنشوف هنا فرق وفرق كبيرة. صحيح يعني كرة قدم بجد. فهي تاني هنرجع نقول النوع غير مقياس، راجل ست يعني ملهاش علاقة، الكفاءة البوتنشال الموجود، فكل دي عوامل أكيد هي دي الأساسية اللي احنا نركز عليها. فهل هيبقى في منتخب مصر كرة قدم نسائية قوي في الأيام اللي جاية؟ أكيد لا، في الشهور اللي جاية برضو مش سهلة، بس في السنوات اللي جاية أكيد ده اللي هيحصل. ف نتمنى كل التوفيق ليهم، لان هم فعلا بنات شاطرين جدا. وكنا بنقول امبارح برضو مع كابتن محمد لما ذكرنا المحترفات المصريات اللي في انديه كتيره جدا في الخارج، ومنهم برشلونه بالمناسبه، فلا انت عندك كوادر حلوه، بس هم سافروا بره لان ما فيش فرصه هنا. لو انت بقى عندك فرصه هنا يا كريم هتقدر ان انت تستقطب يعني الخبرات او المواهب دي. انا فعلاً فاكر امبارح قلنا لما كان بيعدد اسماء اللاعبات المصريات المحترفات بره، قلنا الله دول اكتر بكتير من اللعيبه الرجاله. بالظبط بالظبط. ننتقل بقى خلينا لملف تاني، وملف برضو محترم، احنا بنحب نعرض لحضراتكم كل الأنشطة اللي بتتم من كمان الجهات المختلفة. هروح تحديدا لوزارة الشباب والرياضة عن كمان تفاصيل هنا النسخة التامنة من ماراثون زايد الخيري، واللي مفروض هتنفذه الوزارة تحديدا بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية، ما كان أعتقد برضو موفق. ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان اتكلم عن أهمية القيم الإنسانية وركز عليها كمان تحديدا في هذا الماراثون الخيري، بجانب كمان دورة في التشجيع مفروض والتحفيز على ممارسة الرياضة، وبالإضافة كمان على تخصيص العوائد، ودي النقطة بقى المهمة، العوائد اللي هتكون من الماراثون ده طبعا من خلال الاشتراكات هتروح للأعمال الإنسانية الخيرية. فأعتقد دي نقطة محترمة جدا. وأشار كمان أن النسخة دي هي نسخة بالفعل استثنائية للماراثون، ومكان تنفيذه كمان أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، زي كنت أقول لحضراتكم أكيد برضو مكان يعني اختياره كان موفق بشكل كبير جدا. على كل حال عشان نعرف تفاصيل برضو أكتر خلينا نروح لأستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. يا أستاذ محمد صباح الهنا على حضرتك، بونجور. صباح الخير أستاذ نهوان، صباح الخير أستاذ كريم، أهلا وسهلا. صبح عليك أكيد، ويمكن دي ثالث سنة بمناسبة أن أنا وكريم قلنا ثلاث سنين في قناة النادي الأهلي بنتكلم عن كل سنة طبعا هذا الماراثون وبنتابعه، وبيبقى أعتقد نسخة عن نسخة كمان ناجح بشكل كبير. لكن تفاصيل النسخة بقى تمنى لماراثون زايد والموعد وإزاي كمان تم اختيار المكان، دي نقطة عايزين نكلم حضرتك فيها، وعدد المشاركين هذه النسخة وهذا العام برضو هل هو أحسن وأكبر من العدد السنوات اللي فاتت يا فندم؟ تفضل. حقيقة بشكركم مبدئيا يعني على متابعتكم دايما كل عام لماراثون زايد والتفاصيل الخاصة بيه، ويعني شخصيا بالنسبة لي أصبح إن احنا ندخل نتكلم في قناة النادي الأهلي أصبح تقليدي الحقيقة، جزء من العملية التنظيمية لماراثون زايد الحقيقة. إن أنتم بقيت يعني الحقيقة من الأفضل الناس اللي متابعين كل التفاصيل الخاصة في هذا الماراثون، وهو يستحق الحقيقة يا أستاذة نهوان. رائع جدا. تتكلمي عن حدث إنساني رياضي فريد بيشارك فيه كل الأعمار المصريين من ذوي الهمم من الأسوياء من الكبار اللي فوق 60 سنة. عايز أقول لحضرتك في بعض المشاهد يعني اللي حتى كانت موجودة في الصور والفيديوهات في النسخة السابقة في ماراثون زايد في الإسكندرية، عايز أقول لحضرتك ناس إحنا عندنا ناس شاركت فوق 70 سنة وحققوا يعني كويس وبتاع وعملوا نتائج كويسة وتوقيتات زمنية هايلة جدا في الوصول في 10 كيلو، أنا مش بكلمك كمان في المسافة الصغيرة اللي هي الأربعة كيلو. طب هاي حالة فريدة جدا يعني ماراثون الإسكندرية ده كان الحقيقة كان عندنا أطفال أقل من خمس سنين مشاركين، يعني كان المشهد الأخير كده على كورنيش الإسكندرية كان حاجة الحقيقة تدعو للفخر لنا كلنا يعني. أكيد. النسخة الثامنة إن شاء الله بإذن الله هتقام في العاصمة الإدارية نفسها من أمام، تبدأ نقطة الانطلاق من أمام مبنى البرلمان الحي المال والأعمال، وتبدأ بقى تاخد مسار كده في مسارين الحقيقة للماراثون للنسخة الثامنة. مسار 10 كيلو ده الماراثون الاساسي اللي بيشارك فيه اغلب الناس من سواء سيدات او رجال او شباب، وفي المسار الثاني اللي هو 4 كيلو وبيشارك فيه اخواننا من ذوي الهمم والاعمار السنيه اللي فوق 60 سنه والاطفال الصغيرين اللي تحت 10 سنين من حقهم يشاركوا في الاربع كيلو ده بس، وليه جوائز برضه مخصصه ليه، اضافه الى الماراثون الاساسي او المسار الاساسي اللي هو 10 كيلو متر اللي هو بيدور فكرة العاصمة الإدارية الجديدة، وبيبدأ لحظة الانطلاق من أمام مبنى البرلمان وبيروح بعد كده لحي الوزارات، بيعدي على حي الوزارات وبعد كده حي المال والأعمال، وبترجع تاني نفس النقطة
عبر مسار الحوار العاصمة الإدارية كده جوه العاصمة الإدارية لنفس النقطة تاني أمام مبنى البرلمان المصري في العاصمة الإدارية. حلو جدا. متوقع إن شاء الله إن يشارك، يعني إحنا في نسخة الإسكندرية شارك معنا حوالي 30,000 سجلوا على الموقع وشاركوا الحمد لله. الجوائز كانت بتقدم ل 5,000 مشارك، سواء بقى من ذوي الهمم، من الأطفال، من كبار السن، من الرواد، من الشباب، من الماراثون الرئيسي أو الصغير أو الكبير. السنة دي إن شاء الله متوقع إنه يشارك معنا نفس العدد حوالي 30,000 سجلوا على الموقع وشاركوا معنا. إضافة إلى بعض الأعمال التطوير بقى اللي عملناها الحقيقة المرة دي، يعني كل مرة كده بنحاول نحدث في التفاصيل الخاصة بإقامة الماراثون نفسه. دلوقتي كل مشارك، جميع المشاركين هيبقى معاه شنطة موجود فيها شريحة تتبع متوصلة على سيستم موجود في الكنترول روم بقى اللي هي بتتحكم في الماراثون كله وبتتابع الماراثون كله وبتحدد فكرة السباق ده، وده بيطبق بالمناسبة في كل السباقات الرسمية العالمية. كويس أوي. سباقات الجري يعني. تقدر تحدد كده تشوف ده متقدم، ده خلاص ده وصل للسباق بدون بقى اي مشكلات او اي حاجه تتعلق بالتفاصيل الخاصه بالمسار بتاع السباق نفسه ان شاء الله يعني. جميل كمان يا فندم ان انتم بتهتموا بان يعني في بعض الاحيان بيبقى في نسخه من هذا الماراثون موجود في محافظه ساحليه ما من محافظات مصر. فكره تشجيع السياحه الداخليه، فكره تشجيع الناس على ممارسه الرياضه. وبالمناسبه عايزين نعرف من حضرتك انعكاسات يعني استدامه هذا الماراثون بشكل سنوي ووجوده معانا بشكل سنوي على نسبه مشاركه الناس ونسبه اهتمامهم بالرياضه بشكل عام، مش بس الجري او المشي. يعني اكيد انتم لامسين ان كان لهذا الماراثون انعكاس مجتمعي بشكل او باخر. طبعا كبير جدا. شوف عايز اقول لحضرتك حاجه، انا من يعني من الناس على مستوى الشخصي كده اللي عشت تجربه حوالي 4 نسخ من هذا الماراثون السابقه مباشره. احنا الماراثون بدا في مصر، النسخه الرئيسيه بتاعته 2001 في مصر، بدأنا نستضيف هذا الماراثون بداية من 2015 ولمدة 7 نسخ في القاهرة وفي الأقصر وفي الإسماعيلية وفي السويس، وكانت الأخيرة في محافظة الإسكندرية. الحقيقة من المناقشات اللي بنناقشها مع الجانب الإماراتي، يعني هو من أفضل النسخ، لأن ماراثون زايد أقيم في أبو ظبي وأقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من نسخة، في ميامي وفي فلوريدا وفي كذا ولاية أمريكية أقيم ماراثون زايد. لكن الحقيقة دايماً النسخة المصرية أصبحت، لا الصوت بيوطأ، أنا مش سامع، أنت سامع كويس؟ النسخة المصرية معلش ممكن نعلي شوية يا جماعة بعد إذنكم؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور. يعني الحقيقة النسخة المصرية أصبحت لها طابع مختلف جدا، سواء من ناحية عدد المشاركين، واللي أهم بقى اللي فارق جدا مع أشقائنا في الإمارات هو التجاوب المجتمعي والشعب نفسه. عايز أقول لحضرتك وإحنا في النسخة السابعة في محافظة الإسكندرية، رغم إن المشاركين عدد كبير و30,000 مشارك من كل أفراد الأسر المصرية، لكن المتابعين من المجتمع السكندري نفسه، من الشارع نفسه، عشرات الآلاف. الناس واقفة في البلكونات، الناس بتتابع، الناس واقفة في الشوارع، رغم إن إحنا بنتكلم في ماراثون بينطلق بداية من 7 صباحاً. أصل خلي بال حضرتك من حاجة، أنا أقدر أكلمك عن المجتمع السكندري في هذا الإطار، لأن الجوجينج عموماً من ثقافة السكندريين، يعني دي من المناظر اللي حضرتك تشوفها يومياً كل يوم حتى في عز الشتاء، بطول كورنيش اسكندرية بتلاقي سيدات ورجال وبرضه أطفال من مختلف الفئات العمرية كلهم بيمارسوا رياضة المشي أو الجري على الكورنيش. حضرتك عارف يا دكتور إن كريم من اسكندرية أصلاً. أه طبعاً طبعاً. لا ده حقيقي فعلا. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ كريم، احنا كنا الماراثون بدا الساعه 7 صباحا في 23 ديسمبر، يعني بتتكلم برضو في الشتاء والجو برد وكان في مطره خفيفه جدا، لكن كل اسكندريه كانت متابعانا. اكيد اكيد. هي كانت حاله يعني فريده جدا الحمد لله. لكن الاهم بقى في كل ده الحقيقه ان انت اصبحت تمثل النهارده علامه، ماراثون زايد النهارده علامه في العلاقات المصريه الاماراتيه، اصبح علامه في الممارسه الرياضيه. احنا من دلوقتي الناس بتبدا تبعت لنا على الصفحه الرسميه للوزاره، بقالنا اسبوع تقريبا من ساعه ما اعلنا عن المؤتمر الصحفي، فتح باب التسجيل، المشاركين، الجوائز. احنا الحمد لله السنه دي قدرنا كده، يعني ما احنا والجانب الاماراتي نعلن عن ان الجوائز هيتم مضاعفتها. السنه اللي فاتت كانت 5 مليون جنيه، السنه دي هنخلي الجوائز 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه هتتم توزيعها ازاي؟ لا يعني ممكن حضرتك برضو تشرح لنا اكتر. بنوزع الجوائز وفقا لعدد المتسابقين الاجمالي اللي هو مثلا احنا بنتكلم في 30,000، فبيتم تحديد على حسب ساعتها التسجيل بقى. احنا السنه اللي فاتت كنا في الاسكندريه 30,000، فتم تحديد 5,000 متسابق هياخدوا جوائز، سواء بقى من الاطفال، من ذوي الهمم، من السباق الصغير، من السباق الكبير، بالترتيب وفقا للوصول مقدما يعني. لكن كويس. بتبدا طبعا الجوائز الاعلى بتبقى في المقدمه، يعني المركز الاول والثاني والثالث وهكذا، لكن 5,000 مشارك بيحصلوا على جوائز. جوائز مالية بالمناسبة يعني. حلو حلو جدا. طب الريفينيو بقى أو العائد أصلا اللي احنا الشق الخيري اللي اتكلمنا عنه يا دكتور، ده بيروح يعني لإيه المؤسسات اللي بيذهب ليها؟
يعني هو كل سنة بيتم تحديد أحد المستشفيات العلاجية بنستقر عليها اللي هي بتقدم خدمات طبية في مصر بالمجان، سواء بقى قبل كده مستشفى أهل مصر، السنة دي إن شاء الله مستشفى الناس، وبننسق معاهم وبكل التفاصيل لأن هم بيشاركوا معانا من دلوقتي وكانوا موجودين معانا في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التفاصيل، ممثلي مستشفى الناس بكل العائد الخاص بالماراثون، سواء بقى من الرعاية من بشكل مباشر من كل شيء بيروح لمستشفى الناس وهكذا، يعني احنا كل نسخه من الماراثون زايد بتروح لاحد المستشفيات العلاجيه، ده الحقيقه يعني برضو حاجه مهمه جدا وبتضيف دايما للماراثون اضافه كبيره جدا، ان انت كويس. دايما مرتبط كل سنه باحد المستشفيات العلاجيه اللي بتقدم خدمات علاجيه مجانيه. لو انتوا احسنتوا الاختيار مستشفى الناس بصراحه يعني من خلينا نقول المؤسسات او المستشفيات اللي فعلا بتقدم يعني تشاريتي او اعمال خيريه كتيره جدا وبتساعد فئات بشكل كبير جدا واعداد كبيره، انا نفسي شفت ده بعيني يعني، فاختيار موفق بصراحه النسخه دي. ده حقيقي، خلي بالك يعني احنا هنا في مصر الحمد لله مؤخرا يمكن بقى لنا يعني 4 أو 5 سنين كده، لو تلاحظ هتلاقي ان المؤسسات العلاجيه اللي بتقدم خدمات للمجتمع المصري وبالمجان وغير هادفه للربح الحقيقه بدات يبقى لها شكل دولي كمان، يعني مستشفياتنا سواء اهل مصر، مستشفى الناس 57، كل هذه المؤسسات اللي ظهرت على الساحه المصريه الحقيقه لا يعني بتلقى رواج وسمعه طيبه جدا مش بس في مصر، بره مصر كمان. يعني صحيح. عايز اقول لك احنا الناس في الجانب الاماراتي لما بييجوا يتكلموا معانا في تحديد المستشفيات او المؤسسات اللي هيكون اللي هتحظى يعني بالدعم الخاص بالماراثون، هم عارفين كل هذه المستشفيات، يعني هذه المستشفيات الحمد لله دورها بيتعاظم يوم بعد يوم لدرجه انها الحمد لله بقت لها سمعه تقريبا يعني اقليميه وفي المنطقه العربيه بشكل كامل. يعني صحيح، ربنا يكرمهم على بيعملوه بصراحه، بيساعدوا شرائح كبيره جدا من المجتمع. يعني اخر حاجه عايزه بس اسال حضرتك فيها انا وكريم، تسمح لنا يا دكتور، هل لسه في يعني الباب مفتوح للمشاركه، وهل المشاركه ان انا اروح مثلا لازم اقدم اونلاين ولا ممكن يبقى بشكل مختلف مثلا اروح على طول وبعد كده، يعني خلينا نعرف. لا هو التقديم كله اونلاين طبعا، احنا اعلنا عن فتح باب التسجيل بالامس مع المؤتمر الصحفي، وبتستمر بقى عمليه التسجيل يعني لفتره مش قبل مثلا بنتكلم تقريبا 18 ديسمبر اللي جاي، فتره كبيره جدا بنتيحها للناس للتسجيل، وبنبدا نغلق بقى باب التسجيل مع تسليم الشنط الخاصه للمشاركين في ماراثون زي يعني كويس. يعني احنا بنعمل فترتين لاستلام الحقيبه اللي هيمارس للمشاركين. موفقين ان شاء الله يا فندم، واحنا ما عندناش ذره شك ان شاء الله النجاح المره دي هيكون اكبر بكثير كمان. نحاول نشارك بقى يا كريم من كل الناس، طالما جايز وصلت للدرجه. انا هدور على اتنين شبهي زي كده، فيلم كده رضا احمد حلمي واشارك في البرد. فندم موفقين، وكمان ربنا يبارك لكم على اللي بتعملوه، الحقيقه حاجه عظيمه جدا، وفكره ان يبقى في دمج بين الرياضه وبين العمل الخيري والتطوعي دي حاجه عظيمه جدا، بنحييكم عليها وبنشكركم عليها وبنتمنى لكم فيها كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا ليك يا دكتور محمد جدا، وبالتوفيق طبعا. وانا فاكره ان احنا اول نسخه لما كنا موجودين يعني في اول نسخه كنا بنعلن عنها من 3 سنين، قلنا ان احنا هنشارك ووعدنا وقتها دكتور محمد لو انت فاكر. انا ما وعدتش، انا عن نفسي ما وعدتي، ممكن تبقى الحماسه خدتك وقلت انا فاكر. تقريبا انا فاكره ان انا قلت عشان عارف نفسي فما وعدتش وما روحتش. بس لا يعني اتمنى والله ان انا اعرف اشارك النسخه دي، تبقى ممكن يعني بيبقى بس يوم حلو كمان يعني. بص انا بشوف ان بالعدد اللي دكتور محمد اتكلم فيه سنه عن سنه انت عندك فيه ازدياد، فده بياكد ان في وعي مختلف دلوقتي، اصبح في اقبال اكتر على الرياضه. فكره ان احنا بنتكلم من دلوقتي دكتور محمد يقول لنا في ناس اعمارها 70 سنه صحيح. و4 سنين، فانت فاهم ان انت كده بتاخد كل الشرايح العمريه. وفكره ان في اسره كامله بتشارك، الاب والام والاولاد. انت فاكر انا برضو كان تقريبا السنه اللي فاتت يلا قبلها انا مش فاكره بالظبط، لما كان بيكلمنا كان في كابل فوق ال70 سنه كان بيشارك في الماراثون، فده شيء رائع ان احنا كمان يبقوا 2 متجوزين طبعا في هذا العمر، يعني كان وقتها برضو كانت لقطه حلوه. فلا يعني انا اعتقد الماراثونز من هذا النوع مفيده جدا، خصوصا زي ما انت قلت بتربط بين الاعمال الخيريه والتوعيه وطبعا الرياضه طبعا. فهي مكسب كده كده من كل الجوانب. صحيح. تعالوا بقى نروح يا حضرات لملف مختلف، بيستعد منتخبنا الوطني للجودو عشان هيشارك في منافسات بطوله العالم للشباب المقرر اقامتها ان شاء الله في الفتره من 4 وحتى 7 اكتوبر المقبل، هتتلعب فعالياتها في البرتغال. طبعا بطوله مش محتاجين نقول لحضراتكم الى اي درجه هي بطوله مهمه، وبالمناسبه عايزين نعرفكم من المنتخب خاض قبلها مجموعه من المعسكرات الداخليه القويه جدا طبعا استعدادا للمشاركه في البطوله دي،
وهنشارك فيها ان شاء الله بسبع لاعبين. اما منتخب الكبار برضو الجدير بالذكر انه كان فاز مؤخرا بكاس البطوله الافريقيه للكبار بعد ما فاز باجمالي 8 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبيه واثنين فضيه وثلاث ميداليات برونزيه بعد منافسه قويه جدا مع منتخبات شمال افريقيا طبعا ابرزهم المغرب وتونس والجزائر. شوف بقى لنا يمكن كذا أسبوع مش كذا يوم بنتكلم عن النماذج الناجحة للبطلات المصريات، وكنا آخر حاجة اتكلمنا فيها وآخر نموذج كان هنا جودة لو أنت فاكر. طبعا. نموذج آخر رائع جدا برضو ذكرناها واتكلمنا عنها أكتر من مرة، وكانت ضيفتنا في أول حلقة في 10 الصبح تقريبا أو في أول أسبوع في 10 الصبح في الأهلي. تحديدا أنا بتكلم عن يعني المصارعة المصرية البطلة هنا سمر حمزة اللي قدرت إن هي تتصدر التصنيف العالمي اللي أعلنه الاتحاد الدولي، واحتلت سمر المركز الاول عالميا في منافسات انا بتتكلم وزن 76 كيلو وتقدمت بالوزن ده او بالتصنيف ده كمان على جميع المنافسين يا كريم، وحافظت كمان على تصدرها للتصنيف يعني، فاعتقد شيء محترم جدا. وخليني اقول لحضراتكم كمان سمر توجت بالميداليه الذهبيه بمنافسات وزن 76 في البطوله الافريقيه للمصارعه، واستطاعت كمان ان هي تصعد على منصه تتويج بطوله العالم للمصارعه للعام الثاني على التوالي، أصبحت هنا بقى بص بقى أول مصرية تصل للمباراة النهائية في بطولات العالم للمصارعة، يعني هي صنعت التاريخ. طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي كخبر سريع بس هي سمر حمزة صنعت التاريخ. التاريخ اتكتب دلوقتي، بتتكلم عن اول مصارعه وبطله مصريه بتحقق هذا الرانكينج، فلا ده شيء محترم جدا جدا. وكمان على مستوى بنتكلم اللاعبين واللاعبات المصريين تحديدا، سمر اصبحت اول من يتاهل لنهائي بطوله العالم للمصارعه من 16 سنه. انا بجد سعيده بيها جدا، لما وقتها كان في تتويج لمحمد عبد الفتاح اللي هو كان بوجي لو انت فاكره بالذهبيه كان 2006، فاللي حققت ده بص بعد كام سنه سيده او بنت. فبجد سمر نموذج رائع، بالتوفيق ليها في كل المنافسات والبطولات اللي جايه، بس هي فعلا نموذج يعني نسائي ورياضي محترم، واتمنى يكون عندنا منه كتير، مش بس نموذج واحد يظهر مثلا منه ثلاثه او اربعه في رياضات مختلفه كل كام سنه، لا نتمنى ان ده يكون بشكل كبير، لان فعلا دلوقتي انت عندك البيئه والوعي المجتمعي اللي يقدر يساعدك في ده. يمكن زمان كان في تحديات اكبر وكان في رفض شويه مجتمعي، دلوقتي مفيش الكلام ده. تتكلم كمان عن رياضات يطلق عليها رياضات رجوليه او مثلا اللي هي الحاجات يقول لك لما البنات المفروض تبقى بعيده شويه عنها، مفيش الكلام ده. يعني الربط ما كانش بس مجتمعي، ده كان أسري في كتير من الأحيان. يعني ياما كان في أسر عندهم بنات فعلا ممكن يبقوا متفوقات في رياضات مختلفة، مثلا زي السباحة، مثلا زي الجمباز، ولكن لاعتبارات معينة في بعض الأسر كانت لا عندها تحفظات على أن بنتهم تمارس النوع ده من الرياضة. لكن أعتقد أن الفكر ده فعلا بدليل أن احنا كل يوم والتاني أصلا بنستعرض مع حضراتكم بالزبط. يعني أسماء وإنجازات بطلات مصريات في رياضات مختلفة، طبعا حاجة تسعدنا جدا. لا ومصارعة يا كريم، ومصارعة يعني بتكلم يعني أنا فاكرة زمان لما كنا بنلعب كورة، كنت بقول لحضراتكم لسه امبارح كنت بلعب كورة، أنا عندي 13 14 سنة، كان وقتها الفكرة بقى الكلام ده مش من زمان قوي يعني بس يعني كان أوائل الخمسينات هتعرف انها حاجة و70 دلوقتي يعني. كان وقتها يعني الناس اللي حوالين اهلي وناس من عيلتي ايه ده وليه كرة قدم وكان الكلام بقى اللي هو ايه ده، طب دول هيتجوزوا ازاي دلوقتي بعد كده كان المصارع يعني ايه، يعني ايه بلعب كورة هتجوز ازاي ولا مصارع ايه العلاقة يعني، مالهاش اي علاقة. على فكرة دي رياضة، مالهاش علاقة ان البنت بقى تفقد مثلا يعني انوثتها او غيره، مالهاش علاقة. على فكرة دي رياضة انا بمارسها مالهاش علاقة بيا خالص او بتكويني يعني، والعكس صحيح. بالمناسبة كان في ناس برضو بتنطق الولاد اللي كانوا بيلعبوا جمباز يقول لك شويه فامينين، لا ما لهاش علاقه ابدا يعني، مش مقياس، ما فيش حاجه اسمها كده. فستيريوتايبنج ده بتهيألي اختفى شويه او بنسبه كبيره في مجتمعنا. كويس انه اختفى لانه عطلنا سنين كتير قوي. دي حقيقه. طيب تعالوا برضو نروح لموضوع جديد. يواصل الاتحاد المصري للكيك بوكسنج طبعا برئاسه الاستاذ محمد صبيح، يعني بيدرسوا حاليا فكره اقامه معسكر مفتوح للاعبين، وطبعا هيتم في فروع مختلفة في المدينة الشبابية في الغردقة، وهيضم المعسكر التدريبي المفتوح للكيك بوكسينج حوالي 60 لاعب ولاعبة. وبرضو الجدير بذكر ان كان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج قرر تدشين أكاديمية خاصة بالاتحاد يكون الغرض الأساسي من إنشائها، وطبعا يعني فكرة الإنفاق من مواردها على عناصر المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية. وأعتقد أن ده ملف مهم جدا، تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل المتعلقة به من خلال كابتن محمد صبيح شخصيا وهو منورنا على التليفون، وطبعا هو رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. أستاذ محمد صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا في 10 الصبح في الأهلي.
صباح الورد استاذ كريم. صباح الخير استاذ نهوان. بونجور يا فندم. صباح الهنا. طيب خلينا في البدايه نعرف من حضرتك فكره تدشين اكاديميه خاصه، يعني فكرتوا فيها من اي منطلق، والمفروض ان شاء الله هينتج عن تدشينها ايه بالظبط الفتره اللي جايه؟ تعال نقول ان احنا الهدف الاساسي لاي اتحاد هدفين، رقم واحد انتشار اللعبه، رقم اثنين تحقيق نتائج. لقينا ان احنا كمنتخبات قوميه لما بقينا نعسكر، لما بدانا نعسكر طول السنه بعد النتائج اللي اتعملت وانتوا استضفتونا عندكم واتكلمنا عنها، لقينا ان احنا محتاجين موارد ازيد، ومش حابين يبقى دايما بنطلب دعم او بنطلب من الوزاره انها تساعدنا، فبنفكر في افكار بديله تساعدنا على تنميه موارد الاتحاد. فخدنا قرار نعمل اكاديميه للاتحاد. الاكاديميه للاتحاد دي بيشرف عليها يعني اكفى عناصر التدريبيه على مستوى الجمهوريه بنختارها. كويس. فلو قدرنا نعمل دلوقتي بدانا كسنتر في القاهره، بنعمل مكان وبنختار على مستوى قطاعات الجمهوريه 8 اماكن دي اكاديميه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. مواردها طبعا بيجي لها ناس كتير، انت عارف الكيك بوكس قد ايه انتشر في مصر؟ اه طبعا. فبيجي لها ناس كتير على اساس ثقه في كلمه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. اكيد. الموارد دي هي اللي نقدر نصرف بيها، اللي احنا نقدر نوفر بدل مناسب للاعبين، نقدر نزود المعسكرات اللي بنعملها للاعبين. يعني نقول باختصار انها تنميه موارد للاتحاد المصري للكيك بوكسنج للصرف على المنتخبات القوميه بشكل اكبر من قبل كده. ممكن اقول حاجه بس هنا يا كابتن محمد؟ اتفضلي. بجد تحياتي جدا. ليه بقى؟ ليه بقول كده؟ لان احنا لما كنا بنتكلم عن الاتحادات المختلفه ان هي لازم تبتدي تفكر ان هي تعمل مصادر دخل مختلفه، لان الدخل او المقدار اللي وزاره الشباب والرياضه بتخصصه ربما ليس كافي، مش ربما هو اكيد غير كافي، فقعدنا نتكلم طب ولو السبونسرز ما جوش لازم الاتحادات تفكر. بجد اللي حضرتك واللي حضراتكم عملتوه ده هو ده اللي احنا بالظبط كنا بنشير ليه، ابتدي افكر انا مش هقول بقى بره الصندوق او جوه الصندوق، مش مهم الصندوق ده عايزين نتخلص منه، بس انا بتكلم ان بجد هو ده التفكير السليم. انا عايز اعمل دخل جديد، فانا بعمل وين وين سيتويشن، بدرب بعمل اكاديميه، بجيب دلوقتي كوادر جديده وبكبرها تبقى بعد كده معايا، وفي نفس الوقت بصرف على المعسكرات وغيره للاعبين الاساسيين بتوعي. فبجد فكر محترم، يعني انا مش عارفه مين اللي طلع بالفكره دي، بس تحياتي ليه بصراحه. ربنا يخليك، دايما بتشجعنا يا قائد، دايما دي حقيقه والله، دايما بتشجعونا، ربنا يخليك. انتوا تستحقوا الدعم والتشجيع، لان الحقيقه في مجهودات ملحوظه حضراتكم بتقوموا بيها. وبالمناسبه فيما يتعلق بموضوع الدعم، امبارح كان في، اكيد حضرتك خدت بالك من الحوار الرائع اللي دار بين السيد الرئيس وبين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه فيما يتعلق بدعم الرياضيين المصريين عشان نمنع ان اي حد من ولادنا ما يبقاش معانا بعد كده ويبقى بيمارس الرياضه وبيلعب لصالح دول تانية. امبارح كان في حوار هايل في هذا الاطار، وكان السيد الرئيس الحقيقه دقيق جدا مع الدكتور اشرف صبحي وقالها له كذا مره، يعني انت محتاج دعم ولا لا، محتاج دعم ولا لا، يعني دعا له خير. قال له يا فندم محتاجين دعم. الاجابه طبعا الاجابه نعم. فان شاء الله يبقى لهذا الحوار انعكاسات طيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله، ولا حضرتك شايف ايه؟ لو احنا نقول ان على مستوى يعني على اعلى مستوى في الدوله لما يبدا يفكر فينا كرياضيين ويفكر في اولادنا، وليه اولادنا بيفكروا في فكره السفر بره مع الانجازات الكبيره اللي بيعملوها، وليه الدول بتدور على اولادنا؟ هنشوف حاجتين. رقم واحد، اولادنا اكفاء بالمستوى اللازم اللي تخلي كل الدول تبقى محط انظارهم الابطال بتوعنا. رقم اثنين، ازاي احنا ناخد بالنا من ولادنا دول ونستثمرهم، لان هم مش بس بيجيب ميداليه او 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 او, أو بطوله ليا باسم بلدي، لا ده بينشر اسم بلدي في العالم كله، رفع علم مصر في اي منصه تتويج عالميه. ده المستوى الحاضر لتقدم الدول، بيتقاس بيه تقدم الدول وصل لحد فين، فاحنا عايزين نحافظ على اولادنا دول. رئاسه الجمهوريه، وزاره الشباب والرياضه، طبعا البلد كلها في بقى لنا فتره في ضغوط ماليه بتقابلنا كلنا عارفين ده، ان الدوله برضو محافظه انها بتفكر ان الولاد دول احافظ عليهم، حاجه كده تحسسك بالفخر. فاحنا ان شاء الله قدرنا في ايدين بعض، وفي عز الازمه بيفكروا في مضاعفه المكافئات، وده برضو فكر محترم جدا. طبعا احنا كاتحادات، احنا كوزاره، احنا كدوله مصريه، يهمنا قوي نحافظ على اولادنا، ويهمنا قد ايه الولاد دول هم ثروه قوميه لمصر، هم اللي بيعبروا عن التقدم المصري. الكلام ده ان ابني يطمن على مستقبله، ان لو انا فكرت بره الصندوق شويه ان انا كمان اامن له مستقبله، اوفر له وظيفه في المستقبل اذا تقاعد. الافكار البسيطه دي اللي تخلي ابني عنده يعني مطمن على بكره، لان حضرتك البطل ده انسان مش عادي،
هو تفكيره سابق شويه، مجهوده سابق شويه، تعبه، كل حاجه بيعملها في حياته مختلفه شويه. فبيبقى اول ما بيجي يفكر على مستقبله بيخاف. طب لو احنا طمنناه على مستقبله، لو قلنا له ما تقلقش، لا قدر الله حصل لك اصابه، هنوقف جنبك، يعني هنوفر لك علاج مناسب، ما تقلقش انك بعد التقاعد هتلاقي شغل مناسب، ما تقلقش في الفتره دي الدخل اللي هيجي لك يخليك تقدر تامن ولو بشكل بسيط المستقبل. هيبقى نقله كبيره قوي للرياضيين في مصر. فاحنا بنشكر طبعا رئاسه الجمهوريه وبنشكر دكتور اشرف على السعي المستمر، وبرده بدعي كل رؤساء الاتحادات نفكر مع بعض ازاي نطور. بدعي كل رجال الاعمال، باكد معاك اهو وكل مره باكد، رجال الاعمال استثمروا في الرياضه المصريه. الرياضه المصريه مش كره القدم بس، احنا كابطال دوليين في العاب مختلفه نعرف نعمل كتير قوي، ونعرف يعني نساعد مع بعض في ان اسم مصر يكبر، وانت كمان تستفيد كمستثمر في الابطال بتوعنا. حضرتك بتتكلم عن سمر من شويه، وابطال كتير زي سمر محتاجين الدعم، محتاجين ان احنا نقف جنبهم عشان اللي بعديها، مش عشان سمر بس، عشان كل الاولاد الصغيرين يفكروا انا لما ابقى اوصل زي سمر هبقى ايه. فاحنا عايزينهم يفكروا بشكل افضل. صحيح، كلام محترم جدا. وتاني هكرر يعني تحياتي جدا لاتحاد الكيك بوكسنج اللي فكر بشكل مختلف ويمكن اخذ كمان المبادره. بشكرك جدا جدا كابتن محمد صبيح، وبالتوفيق ان شاء الله، وبرافو بجد، لازم يتقال لكم برافو بجد على الفكر والمختلف اللي اتحقق على الارض. نتمنى ان هو يعمم في كل الاتحادات. وعايزه بس اركز شويه على النقطه اللي قالها، يعني او ملخص اللي قاله كابتن محمد، هو يتلخص في كلمه واحده، التقدير. التقدير ده مهم جدا. الواحد ممكن يكون بيعمل كتير جدا وبيشتغل وبيعمل اللي عليه اللي هو مش عايز حاجه من حد، بس الكلمه الحلوه او فكره ان انا بقول الاقي حد يقول انا في ظهرك، انا احنا مساندينك كبطل، احنا لو عندك اي ازمه هنقف وهنحلها لك، ده في حد ذاته امان. والامان هو ده اللي الحافز ان انت تخليك تكمل. الواحد لو ما حسش بامان هيقف خلاص، مش هتعرف تكمل. النقطه دي مهمه جدا. انا ليه دلوقتي ببقى بيئه مصدره للابطال؟ لا، انا مش عايز اصدر ابطال، انا عايز الابطال يجولي، انا عايز ابطال يفضلوا عندي. فهي دي النقطه. انا دلوقتي كبطل لو مش لاقي الامان في بلدي هسافر بره ادور عليه هناك، الامان اللي هو تحتيه حاجات كتيره، اهتمام ودعم ورعايه و الى اخره. فده لو متوفر هنا بكل الكلام اللي اتقال ده دلوقتي اللي هو الامان والتقدير، صدقوني فعلا ده مش هيحصل يا كريم. ويا ريتهم بيتصدروا، يعني هو بيتسرسبوا، دول بيهربوا للاسف. بتحصل للأسف كمان بشكل مؤسف جدا وبشكل مسيء، حتى مش لمجرد الرياضه في البلد، للدوله نفسها. فالحقيقه انا واحد من الناس الحقيقه امبارح سعدت جدا جدا بالاهتمام الرئاسي بالنقطه دي، واللي طبعا يعني اتقالت باكثر من شكل وباكثر من صيغه. فان شاء الله يبقى لهذا الامر فعلا انعكاسات طيبه، وما نسمعش بقى عن الوقعات المؤسفه اللي كل فتره والتانيه بنتكلم مع حضراتكم عنها. صحيح. يعني لازم المنطق يكون حاضر شويه في الملف الرياضي في البلد بإذن. نروح بقى لدرجات الحراره والطقس زي ما احنا متعودين، نرجع نكمل مع حضراتكم. طيب يعني طبعا دكتور منار معانا على التليفون، دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يعني دكتور طبعا بعد بونجور ومنورانا بشكل اكيد يعني مهم جدا، لان احنا اكيد قبل الويكند مهم تكوني حضرتك معانا على التليفون. بس في حاجه لفتت نظري واحنا بنشوف درجات الحراره دلوقتي انا وكريم، يعني هل احنا دلوقتي في فصل الخريف وبتتكلم ان انت عندك بعض المناطق في مصر 39 و35 و40؟ ف خلينا نعرف من حضرتك اكتر ونفهم اصلا. اتفضلي يا دكتور. اهلا بيكي يا استاذه هوند، واهلا بالاستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. احنا بالفعل خلال هذا الاسبوع في اجواء اشبه بالاجواء الصيفيه، فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، رغم ان احنا بدانا فصل الخريف يوم السبت الماضي، لكن دايما احنا عندنا النص الاول من فصل الخريف، لان فصل الخريف يعتبر من الفصول الانتقاليه اللي بتاخد بعض سمات الفصول القبليه والبعديه. فالنص الاول من فصل الخريف ياخد بعض سمات فصل الصيف اللي بيكون في بعض الايام فيها ارتفاع في درجات الحراره، وده اللي حاصل معانا خلال هذا الاسبوع، ارتفاع في قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي اللي المفروض نكون عليه بحوالي من درجتين لثلاث درجات. احنا الطبيعي المعدلات متوسطها بتكون 32 درجه مئويه، اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه، محافظات الصعيد بتوصل ل 43 و44 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده لان احنا بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جو. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، يعني ما فيش اي سحب مؤثره ممكن تحجب اشعه الشمس، فبالتالي زياده فترات سطوع اشعه الشمس تخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. كمان بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبيساعد على احساسنا بارتفاع درجات الحراره،
بعض المناطق من الجمهوريه بتتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، ده برضه عامل في احساسها او بتزود درجات الحراره. الاجواء فتره النهار تحديدا في فتره الظهيره بتكون اجواء حاره على المناطق الشماليه، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه، ويمكن كمان متوقع ان تكون ذروه الارتفاعات هتكون يوم الخميس والجمعه، عظمى على القاهره الكبرى توصل ل 36 37 درجه مئويه خلال فتره النهار. طب بس انا عندي سؤال يا دكتور معلش، لو احنا بنتكلم بجد والله ان احنا في بعض المناطق هتبقى 42، طب احنا ليه بنتكلم ان ده فصل الخريف؟ لان احنا ما نعرفش ان ده فصل الخريف او مش معتادين ان فصل الخريف في مناطق 42 درجه مئويه، فليه ما نطولش بقى يعني الصيف ونقلل مثلا او يبقى في تغيير في الفصول؟ انا بتكلم بجد والله. او نلغي الخريف يا دكتور، او نلغي الخريف دي تبقى فكره كويسه. هي احنا عندنا في جمهوريه مصر العربيه بدايه فصل الخريف بتتحدد بتعامد الشمس على خط الاستواء، فهي الفتره بتاعه 23 سبتمبر تعامد الشمس على خط الاستواء، فكده احنا بدانا رسميا فصل الخريف. يبقى نلغي خط الاستواء. ممكن يكون مناخيا نلغي الخط يا دكتور. في حاجه لازم تتلغي. بالظبط، لان كده مش هينفع، ده السنه كلها صيف. مش معقول والله. لا لا ان شاء الله انخفاض درجه يعني انخفاض درجات الحراره ان شاء الله يكون معانا من يوم الاحد المقبل، هنبدا نحس بالاجواء الخريفيه، لان متوقع من يوم الاحد اللي جاي ان درجات الحراره تنخفض وتكون 31 32 عظمى على القاهره الكبرى، اغلب مناطق الجمهوريه هيكون فيها انخفاض في الحراره، هيكون في سحب بشكل كبير بتاثر على سطوع اشعه الشمس، وكمان هيكون معانا فرص الامطار، لكن هي تكون امطار خفيفه على مناطق متفرقه من الجمهوريه منهم القاهره الكبرى، فهو الاسبوع بس ده هو اللي فيه ارتفاع في الحراره، وده اللي احنا بنقوله ان دايما الخريف لسه في بعض الايام في النص الاول ممكن يكون فيها ارتفاع في درجات الحراره، لكن مجمله النص الاول اكثر الايام تكون درجات الحراره فيها معتدله، وده اللي هيحصل معانا ان شاء الله من بدايه الاسبوع المقبل. بس مهم نحذر كمان ان احنا في الخريف الشبوره المائيه بدات كثافتها تزيد، يعني بدات تاثر على الرؤيه الافقيه بشكل صحيح، على الطرق بدات الرؤيه تنخفض 2000 متر و1000 متر في بعض المناطق، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشماليه، الطرق دي كلها عليها شبوره مائيه كثيفه وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، وهي بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تدريجي تختفي وبتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. هي الاحوال الجويه مستقره، فقط وجود الارتفاعات الطفيفه في درجات الحراره في فترات النهار، لكن فترات الليل بس خلينا نقول ان احنا حاسين بانخفاض درجات الحراره فتره الليل، فتره الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر درجات الحراره منخفضه بشكل كبير، الاجواء لطيفه جدا، يمكن كمان مع الاسبوع المقبل مع انخفاض درجات الحراره اللي هيكون فتره النهار هنلاقي البروده هنبدا نحس بيها فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر باذن الله. والله انا ما حسيتش باي بروده بس يعني بس ان شاء الله نحس بده يعني يا دكتور منار. بس من نقطه مهمه اللي حضرتك ذكرتيها عن الشبوره، ان اول امبارح تحديدا كان في شبوره صعبه جدا كانت موجوده والناس فعلا كانت مبطله، ما كانش في رؤيه تقريبا افقيه، مش بس يعني رؤيه ضعيفه. كل حال نشكرك جدا دكتور منار غانم على هذه يعني المداخله والمعلومات المفيده. بس فعلا يمكن أغلس حاجة في القصة كلها أولاً أنت في شهر الخريف في فصل خريف ولسه في بعض المناطق بجد 42 و45 ده أمر غير مسبوق أو غريب جداً. تاني حاجة الشبورة طبعاً اللي هي تبقى بشكل كبير كده موجودة وكان في انعدام للرؤية، معرفش أنت كنت جاي من التجمع هل لا بس ما يعني حضرت أنت تنزل متأخر عني، أنا بنزل بدري عنك بالزبط. فلا الرؤية كانت تقريباً منعدمة، أنا أصلاً ما بشوفش من بعيد. كان الموضوع صعب جداً وفي زي كتير يعني فيعني كويس إن احنا برضو نوهنا عندها عشان حضراتكم تبقوا واخدين بالكم. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معنا. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا نعرف اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هانا ابو قاسم، هي متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر عشان بقى يبدأوا الاستعدادات للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الجمعة القادم وإياب دور ال 32 من بطولة الدوري
ابطال افريقيا، وطبعا هتكون امام فريق سان جورج الاثيوبي. يعني خليني اقول لحضراتكم انه طبعا مستر مارسيل كولر اكد على جميع اللاعبين ان لسه لم يتم حسم طبعا التاهل للدور القادم، لازم يركزوا في المباراه بشكل جيد جدا كانهم بيلعبوا مباراه لازم الفوز فيها، طبعا بجانب ان احنا فزنا بنتيجه 3-0 في مباراه الذهاب، لكن لازم يركزوا بشكل كبير جدا. المران النهارده هيكون الساعه 6 مساء، طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كره القدم. واستكمالا بقى للحديث عن كرة القدم، خلوني كمان أقول لحضراتكم أن الناشئين 2005 امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق حرس الحدود بنتيجة 3-0، ده طبعا كان ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية، حين هم عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من أن المباراة كانت خارج أرضهم لكن قدروا يسيطروا على المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وزي ما قلت قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0. أحرز بقى أهداف النادي الأهلي اللاعب أحمد خالد كباكا، اللاعب فارس خالد، واللاعب حسام عادل، عشان بقى بالفوز ده يقدر يرفع النادي الأهلي عدد نقاطه ل9 نقاط، يعني بدئين بداية كويسة جدا لبطولة الجمهورية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يكملوا بنفس الأداء. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية مع كرة السلة والإعلان عن جدول مباريات البطولة العربية اللي طبعا هتقام في قطر، ومنافساتها هتكون من يوم 1 أكتوبر حتى 12 أكتوبر. خليني بقى أطلع حضراتكم على مواعيد مباريات النادي الأهلي. المباراة الأولى هتكون يوم 1 أكتوبر، هتكون أمام فريق دجلة الجامعة العراقي، هتكون الساعة 1 الظهر. والمباراة الثانية هتكون يوم 2 أكتوبر، هتكون أمام فريق الاتحاد الليبي، هتكون الساعة 4:30 العصر. المباراة الثالثة هتكون يوم 4 أكتوبر، هتكون أمام مجد الطنجة المغربي، هتكون الساعة 6:30 مساء. والمباراة الرابعة هتكون يوم 6 أكتوبر، هتكون أمام بيروت اللبناني الساعة 2 الظهر. طبعا كل هذه المباريات هتكون بقى على صالة الريان بقطر. زي ما قلت كل التوفيق لرجال كرة السلة إن شاء الله يقدروا يحققوا البطولة. أما عن سيدات كرة السلة فامبارح كان عندهم ثاني مبارياتهم في الموسم الجديد، كانت أمام فريق مصر للتأمين وقدروا يفوزوا في المباراة بنتيجة 76-47. ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، الحين هم يعني بادئين الموسم بداية قوية جدا. مباراتهم الأولى كانت أمام فريق السكة الحديد وقدروا أيضا يحسموها لصالحهم بنتيجة 48-29. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد، وسيدات ورجال كرة اليد بيستعدوا بشكل قوي جدا للبطولة الإفريقية اللي طبعا خلاص هتبدأ منافساتها غدا إن شاء الله. البطولة بتقام في الكونغو، وخلوني أقول لكم إنه رجال وسيدات كرة اليد استعدوا بشكل قوي جدا للبطولة، مركزين بشكل كبير جدا، عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق البطولة. وخلوني بقى أفكر حضراتكم بمجموعات النادي الأهلي، ونبدأ بمجموعة رجال النادي الأهلي. النادي الأهلي بيقع في المجموعة الأولى بجانب بقى جي من الكونغو، فاب الكاميروني، بي ام سي الكونغولي، وشبيبتسكي ده الجزائري. اما عن سيدات كره اليد فبيقعوا ايضا في المجموعه الاولى بجانب بريميرو الانغولي، وتزيكو الكاميروني، واوتوهو الكونغولي، وجرينديسيل الكونغولي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، زي ما قلت منافسات البطوله هتبدا غدا ان شاء الله بقى كالعاده يشرفوا يعني الرياضه المصريه والعربيه، بنتمنى لهم كل التوفيق في البطوله. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. خلينا بقى نروح للأنشطة داخل النادي الأهلي. كانت أعلنت إدارة النادي الأهلي عن احتفالات المولد النبوي الشريف، وطبعا بهذه المناسبة بقى خلوني طبعا أهنئ حضراتكم وأقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. الاحتفال الأول هيكون النهاردة إن شاء الله بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون الساعة 8 مساء، وهيكون المنشد الديني أحمد العمري. غدا إن شاء الله هيكون في مدينة نصر الساعة 9 مساء، هيكون فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد الديني. ويوم السبت بقى إن شاء الله هيكون في الشيخ زايد، وفي التجمع الخامس في الشيخ زايد هيكون الساعة 8 مساء، هيكون المنشد الديني أحمد العمري. والسبت أيضا في زي ما قلت التجمع الخامس هيكون الساعة 8 مساء، وهتكون فرقة الحضرة للإنشاد الديني. طبعا بتكون بقى أمسيات مميزة جدا، كل الأعضاء تقدروا بقى تروحوا النادي وتستمتعوا بهذه الحفلات. خلوني بقى كمان أنقل لحضراتكم الأجواء داخل مقر
النادي الاهلي بالجزيره زي ما عودناكم دايما. الاعضاء بالفعل متواجدين في النادي وفي سيوله مروريه جيده الحقيقه في الطرق المؤديه للنادي، تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهارده. طبعا يا كريم يا نهواندي دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره معاكم. طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه المتميزه كالمعتاد. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا هنا جدا. خلينا ننتقل لملف مختلف، وتحديدا هروح للاتحاد الجزائري لكره القدم اللي كانت مفاجاه برضو اعلانه عن الانسحاب من سباق الترشح لاستضافه بطوله امم افريقيا 25-27. وقال كده تحديدا الاتحاد الجزائري كان اصدر بيان قال ان هذا الانسحاب ياتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه كاف في استراتيجيه تطوير كره القدم في الجزائر. وشرح كمان البيان ان الجزائر برضو يعني اكيد منتميه للكاف ولكن لن تترشح لاستضافه البطوله. المهم خليني اقول لحضراتكم ده الشق بقى اللي اعتقد يعني حلو لينا الى حد كبير. كان في 6 دول طبعا مرشحين لاستضافه البطوله، كان من بينهم اكيد مصر. يعني كده انت عندك لسه فرصه، عندك طبعا تنافس لان في دول اخرى، عندك بوتسوانا وعندك كمان كينيا واوغندا وتنزانيا، ده ملف مشترك ما بينهم. فيمكن في دلوقتي فرصه مصر تستضيف اكيد هذه البطوله، اعتقد هتبقى يعني حاجه جيده جدا اذا كنا احنا يعني او تم اختيارنا. بس طبعا انسحابهم دي او ده قرار زي ما بيتقال كده خاص بيهم، لكن اعتقد احنا بالتالي ممكن احنا نسعى ان احنا نقيم هذه البطوله لان اعتقد هيبقى انعكاس جيد جدا للرياضه برضو المصريه. انا بشوف كده وده كان نجاحاتنا الحقيقه بالزبط. في مساله تنظيم البطولات يعني انسحاب يمكن عائد غير جيد ليهم، بس اعتقد دي حاجه جيده لينا لو فعلا تم اختيارنا، يعني هيبقى ليها نتائج اعتقد رائعه جدا. ناس كثيره كانت بتتكلم تحديدا عن هذه البطوله امبارح، وكانت بتتكلم تحديدا ايه الريفينيو من وراها. فنتمنى اكيد ان هي مصر تنجح في استضافتها. طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده نتابع مع حضراتكم هذا الفيديو جراف وناخد فكره من خلاله عن اكبر نتائج في تاريخ كلاسيكو اسبانيا طبعا بين ريال مدريد وبرشلونه. هنتابع معاكم الفيديو جراف ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. مرحبا بحضراتكم اكيد في اول فقره، وهنتكلم عن يعني ان احنا فعلا عندنا انجازات مهمه جدا في تنس الطاوله، وهي اللي بتاهل اكيد جميع فرق منتخب مصر في الفردي وكمان الفرق الزوجي والمختلط لاولمبياد باريس 2024. وده الحدث الاكبر اكيد اللي كل الدول بجماهيره بالمواطنين بتوعه بيبقوا منتظرين الافضل، وميداليات كمان يعني اكتر من النسخ اللي بتكون قبل كده. حاجه اكيد لو هنتكلم فيها تفرح وكلنا فخورين كمان باللاعبين بتوعنا وبالانجازات اللي هم محققينها حتى هذه اللحظه. بس خلينا نعرف كمان مزيد من التفاصيل وكل بقى الامور اللي تم حضراتكم معانا المهندس ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاوله. بونجور يا فندم، صباح الخير. صباح الخير، سعداء بوجود حضرتك، منور الدنيا، اهلا بيك. انا اسعد والله. اهلا بحضرتك. عايزين في البدايه قبل ما نتكلم عن ما هو قادم ان شاء الله، تعال نتكلم شويه عن اللي فات والمراحل المختلفه اللي خضناها عشان نتاهل لدي الاولمبيات والبطولات اللي شاركنا فيها، عشان برضو كانت هي سبيلنا للتأهل للدورات الأولمبية بما في ذلك من كواليس، لأن أكيد برضو بطولات عالمية ومنافسات على كل المستويات فردي وزوجي وفرق، فبرضو نعرف من حضرتك كواليس كل ما تم قبل التأهل للدورة الجاية إن شاء الله. أوكي، هي يعني إحنا بدأنا للقصة بتاعت الأولمبياد دي من بدري شوية، يعني طبعا إحنا عارفين معادها، فبالتالي بيبقى بنبتدي نشتغل عليها من بعد الاولمبياد اللي بتنتهي اللي كانت في طوكيو، بنبتدي نشتغل وبنكثف في السنه الاخيره. طبعا احنا عندنا عده طرق للتاهل في تنس الطاوله، طبعا كلها من خلال افريقيا. يعني في طريق بيبقى الاسهل والاصعب في نفس الوقت اللي هو طريق الفرق، ان احنا في بطولة أفريقيا اللي بتبقى مؤهلة للأولمبياد دي أول حاجة بتبقى فرق، الفريق اللي بيطلع الأول وبيكسب البطولة بيتأهل مباشرة للأولمبياد بالماكسيموم بتاع عدد اللاعبين اللي هو 3، لأن الفرق بتتكون من 3 لاعبين. تمام. فده طريق سهل إن أنت تطلع الأول تتأهل، صعوبته إن أنت إزاي تطلع الأول في وجود منافسين كتير وخصوصا نيجيريا المنافس اللدود بتاعنا يعني. فدي كانت النقطة الأولى. في بعد كده بقى لا قدر الله اللي بيخسر بيبتدي يخش في التأهل بقى الفردي. هو مش إفريقيا الوضع أرحم شوية وأهدى شوية من آسيويا مثلا في الرياضة دي؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني احنا تقريبا المنافس بيبقى نيجيريا
والجزائر بدأت مؤخرا شوية برضو، لكن آسيا أوروبا بيبقى أصعب شوية. أكيد. عشان كده أفريقيا بقت جاذبة للعيبة المجنسين. يعني إحنا عندنا النهاردة اللاعب اللي بيبقى أصل أفريقي بس هو معاه جنسية مثلا الفرنسية تحديدا يعني، فبيبتدي يلعب بجنسيته الأصلية بعد ما بيبقى وصل لمستوى على مستوى المنتخبات. يعني بيبقى ممكن ترتيبه في بلده مثلا في اللي هو فرنسا مثلا ممكن يبقى سابع ثامن، ما بيقدرش يتأهل عن طريق أوروبا، فبالتالي بيبقى أول بيروح راجع لجنسيته الأصلية، فبيرجع يحاول يتأهل عن طريق أفريقيا. ففي أكتر من لاعب جزائري، في سنغالي كده يعني، فدي قوة الفردي. هم على مستوى الفرق ما بيقدروش يكملوا ثلاثة أخويا يعني، لكن إحنا الحمد لله لما بنسافر بالفرق بيبقى معنا خمس لعيبة، الخمسة مؤهلاتهم إن هم يقدروا يكسبوا البطولة، بنختار ثلاثة يلعبوا المباريات. فبالتالي إحنا الحمد لله كنا مركزين قوي إن إحنا نتأهل من أول طريق اللي هو طريق الفرق، عشان ما نخشش بقى في المتاهات بتاعة الملحق والفردي وكده يعني. فالحمد لله استعدينا، كان التأهل كان عن طريق بطولة أفريقيا اللي أقيمت في الفترة من 11 ل 17 سبتمبر الحالي في تونس. رحنا البطولة كنا بادئين الاستعداد زي ما قلت لحضرتك كده بدري قوي، يعني كنا بنعمل تجمع للمنتخب 3 أيام في الأسبوع، وبعد كده زودنا عدد الأيام، بعد كده عملنا معسكر مغلق في القاهرة بيتخلل الفترة دي مشاركات في بطولات دولية عشان نعرف برضو احنا واقفين فين ولعبتنا اخبارهم ايه. لعبنا اكتر من بطولة دولية سواء في المانيا في سلوفينيا، يعني بطولات اوروبية، وبعد كده ختمنا في كانت بطولة كازاخستان قبل السفر على طول لتونس، وبعد كده عملنا برضو معسكر مغلق في الإسماعيلية. دي يعني احنا عادة قبل الأولمبياد بنعمل معسكر في الإسماعيلية، بيبقى بعيد عن كل القاهرة واسكندرية والكلام ده، بيبقى فيه تركيز أكتر، وبرضو بنتفائل بيه الحقيقة، لأن احنا عملنا قبل طوكيو والحمد لله كسبنا، فعملناه برضو في الإسماعيلية السنة دي، ورحنا على تونس وكانت البداية بقى البطولة والتركيز بقى في البطولة واحدة واحدة. كويس جدا. احنا متأهل عندنا لحد دلوقتي 6. هو احنا اللي بيتأهل اللي بيكسب الفرق سواء رجال او سيدات بيبقى من حقه 3 لاعبين يشاركوا في الاولمبياد بالاضافه للاعب او لاعبه كمان احتياطي. فاحنا يعني الكوتا كامله خدناها ان احنا متأهل 6 لاعبين، بالاضافه اللي في مسابقه الزوج المختلط دي بيبقى ليها تصفيات برضو لوحدها، اللي بيطلع الاول بيتأهل مباشره للاولمبياد. كانت المنافسة برضو عمر عصر ودينا مشرف الاثنين قدروا يحسموا البطولة وهم اللي تأهلوا للزوج المختلط لتاني مرة إن شاء الله على التوالي. كويس. وهنا جودة طبعا، ومين تاني؟ في هنا جودة موجودة معنا، وفي مريم الهضيبي، وفي يسرى أشرف حلمي، وفي مروة أختها، دول يعني قوام اللاعبات. واللاعبين عمر عصر ومحمد البالي ويوسف عبد العزيز وأحمد صالح وخالد عصر، دول قوام المنتخب الأول. أسماء كلها برضو كويسة جدا، كلها طبعا لعيبة عندهم خبرات، لعبوا بطولات أفريقية كتير قوي، يعني تقريبا يوسف بس اللي أول مرة يلعب في بطولة أفريقيا، أو هو ناشئ يعني يعتبر خلاص برضو 22 سنة 23 سنة، هو لعيب في النادي الأهلي ولعيب واعد جدا، والسنة دي في البطولة الأفريقية اعتمدنا عليه وكان أدها ولعب المباراة النهائية مع نيجيريا وكان موفق جدا وقدر يفوز في المباراة بتاعته 3-0 على لعيب مصنف برضو. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك يعني فنيا إيه الفروقات بين المنافسات الفردي والزوجي والفرق والمختلط؟ الفرق بتبقى انت بتشتغل على اللعيبة كلها، وبتختار اللعيب ده علشان يلعب اللعيب المنافس ده، يعني احنا بنلعب 3 ضد 3، كل واحد يعني ليه نظام الفرق، لعيب بيلعب مباراتين ولعيب تاني بيلعب مباراتين ولعيب التالت بيلعب مباراة واحدة. فانت يعني احنا حافظين خلاص افريقيا كويسة وحافظين فريق نيجيريا تحديدا، فبنبقى عارفين غالبا القرعة هيبقى مين مع مين، يعني يعني مين هيلعب نمرة واحد عندهم. طبعا ده اللعيب اسمه أرونا، ده لعيب مصنف 16 على العالم،
ووصل للعاشر قبل كده، لعيب قوي جدا. طب بنلعبه وبتحط له حد موازي ليه؟ يعني عندنا دايما بنبقى المنافس بتاعه او هما الاثنين عمر عصر يعني. فعمر لازم بيقابله في مباراة الفرق. ساعات أرونا بيكسب، ساعات عمر بيكسب، ماتش ملعوب تماما يعني، لعبوا بعض كتير قوي سواء في الفرق او في الفردي. أرونا بيلعب مباراتين عادة لأنه نمرة واحد، وعمر عندنا برضو بيلعب مباراتين. غالبا ده بيفوز في مباراة وده بيفوز في مباراة وبعدين يلعبوا بعض. على السنة دي الحمد لله الفرقة اللي لعبت كان عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبد العزيز، وبالمناسبة هم الثلاثة من الأهلي يعني بما أننا في قناة الأهلي. عمر قدر يكسب مباراتين ويوسف عبد العزيز كسب مباراة، فكسبنا 3-1. كان يعني لو كنا وصلنا للمباراة الخامسة كان هيبقى محمد البيلي برضو أنا يعني حطه في الخامس مأمن بيه، إن احنا كنا نفوز على أسوأ الظروف 3-2. السيدات أسهل بقى بكتير يعني. السيدات عندنا أسهل عشان احنا أقوى ولا أسهل عشان التنافسية أقل؟ عشان الحاجتين يعني. احنا أقوى فعلا، عندنا ما شاء الله دينا مشرف وهنا جودة يعني فرقين. كان في نهائي بينهم قبل كده اصلا كتير لعبوا بعض كتير، وبرضه تقريبا مره هنا بتكسب مره دينا بتكسب يعني هم الاثنين بالنسبه لنا واحد طبعا. وبعد كده المنافسين ما بقوش يعني، نيجيريا هي المنافس التقليدي قلت قوي يعني، ما بقاش هي المنافس الاول لينا يعني. ممكن تونس بقت اقوى شويه في السيدات، فالسيدات يعني حتى في الفردي الخمسه اللي رحنا بيهم هم الخمسه الاوائل في الفرق. فده دي المنافسه بتاعت السيدات يعني. حته الزوجيات برضو بتختلف شويه يعني، دايما بنحاول نوفق ان الزوجي يبقوا متفاهمين مع بعض يعني. ممكن حد اشول بيلعب مع حد يمين بيبقى ده افضل طبعا في يعني في الوقفه بتاعت الزوجي. في عندنا زوجيات ثابته سواء في المختلط او في الزوجي الرجال او السيدات، لعبوا مع بعض كتير فخلاص دول اوكي حافظين بعض، زي دينا وعمر، زي البيلي وهنا يعني. برضو عملوا ماتش كان في السيمي فاينال، كان ماتش يعني من احسن المباريات الزوجيه اللي اتلعبت في افريقيا الفتره الاخيره يعني. قدر دينا وعمر يحسموا اللقاء 3-2، كانت مباراه هايله قوي. وبعد كده هم كسبوا الزوج النيجيري في النهائي وتاهلوا. عظيم. الفردي بيبقى عادة كل لعيب ليه طقوسه يعني، احنا ما بنتدخلش فيها قوي يعني كل لعيب وليه طريقة استعداد جوه البطولة طبعا يعني. وحتى قبل البطولة برضو هم بيبقوا عارفين هم مين اللي هيلاعب مين، حتى لما بيبقى فيه منافسة مصرية فبيبقى كل لاعب أو لاعبة ليه طقوس معينة أو ليه طقوس معينة بيعملها يعني. يعني احنا مثلا عندنا دينا وهنا دول دايما بيقابلوا بعض في المباراه النهائيه، بتلاقي كل واحده فيهم عارفه هي محتاجه ايه في المباراه دي، بيبقى مركزه قبل البطوله، بتعمل دارس المنافس يعني حتى لو كان من نفس بالظبط كده، حتى لو من نفس البلد يعني. كل واحده فيهم بتبقى بتعد نفسها للمباراه دي تحديدا، بالاضافه طبعا في منافسات مصريه يعني، مباريات حتى مريم مع هنا، يسرى مع دينا، بيبقى فيها برضو يعني منافسه، بس المنافسه في الاخر هتبقى دينا وهنا في الفتره دي. فعشان كده بيبقى كل واحده انا يعني احنا بنبقى سايبينهم يستعدوا كل واحده، احنا مش فارقه معانا اللي هيكسب مصري في الاخر. بس انتوا بقى مذاكرين المنافسين ان شاء الله عشان اولمبياد باريس يعني، مذاكر المنافس ده قوته ايه ضعفه ايه يعني، الحاجات دي كلها عشان احنا استعدادات بالظبط يعني. احنا يعني لسه ما ظهرتش الخريطه مين اللي هيتاهل، بس ده بيحصل في كل بعد التاهل بنبتدي نشوف طبعا يعني. في لعيبه الصين مثلا بتلعب الفردي، منافسات الفردي اثنين من كل دوله ماكسيمم، ما فيش اكتر من كده يعني. الصين بتلعب باثنين، اليابان اثنين، المانيا كله اثنين. فالصين بتبقى بعيده شويه عن منافسات يعني كل العالم يعني. عاده الصين بعيده يعني افضل ولا أفضل بعيده بكتير. في حته تانية، في حته تانية فعلا طبعا. في تنس الطاوله موضوع تاني خالص يعني سواء رجال او سيدات هم دي ثقافه شعب
بالضبط هي ثقافه الشعب ورياضه الشعب، ويعني هم نجوم الرياضه في بلدهم. يعني الاعلانات اللي هي مش رياضيه، حتى الاعلانات بتاعت اي منتج بيجيبوا فيها النجوم، بيجيبوا نجوم تنس الطاوله في الشوارع في التلفزيون كده يعني. فهم عاده بيبقوا حاجزين الميداليتين الاولانيين، فهي دي صعوبه تحقيق ميداليه في الاولمبياد. ان يعني دايما بنقول الصين بيبقى عندها الاثنين الاوائل سواء رجال او سيدات، ده اللي بيحصل من اول ما بدات الاولمبياد. نظرا لخصوصيه الصين في الرياضه دي تحديدا، هل حضراتكم راعيتوا ان مثلا يكون في، وانا مش بتكلم على استعدادات صيني للدوره الاولمبيه اللي جايه، بتكلم في المطلق، فكره ان يبقى في معسكرات هناك وتتعمل هناك، جلب خبرات بالزبط صينيه في يعني لمصر طبعاً لفترات حتى ولو كانت مؤقته. في معسكرات بتتم في الصين، يعني دينا وهنا تحديدا راحوا الصين قبل بطوله افريقيا، كل واحده فيهم قعدت حوالي شهر يعني التدريب هناك. والصين دلوقتي يعني كان زمان بيصدروا مدربين للعالم كله، دلوقتي بدأوا يقفلوا الحتة دي شوية لأن حسوا إن العالم بدأ ينافسهم. بالضبط بدأوا ينافسهم يعني بقى، يعني أنت زمان كان أغلب الدول بيبقى مدرب صيني، يبقى كده مش هياخدوا ثواب وأجر العمل اللي هو إيه ينتفع به أو العلم اللي علم ينتفع به. هو إحنا مثلا بالمناسبة عندنا يوم 14 أكتوبر إن شاء الله اللي جاي في معسكر صيني للناشئين، ودي حاجة كويسة جدا يعني ان هم برضو في الناشئين اوكي بيوافقوا. يعني هم جايين 16 لاعب ولاعبة صينيين عندنا في مصر. عندنا في مصر اشمعنى اختاروا مصر؟ لسببين. السبب الاول ان هم شايفين ان مصر في نتائج بتتحسن على مستوى تنس الطاولة عموما، يعني سواء افريقيا عربيا عالميا. السبب الثاني احنا هننظم بطولة مصر الدولية للناشئين في الفترة من 23 أكتوبر ل 30 أكتوبر في صالة كابتن حسن مصطفى في 6 أكتوبر. فهم قالوا فرصة نعمل معسكر 10 أيام قبل البطولة، هنجيب اللعيبة اللي هتشارك في البطولة، هم 16 لعيب في تحت يعني مستويات مراحل مختلفة في السن، هيعسكروا هنا معانا، وبالتالي الاتحاد الإفريقي لقاها فرصة أنه يجيب من كل دولة أفريقية 2 لعيبة ناشئين بالإضافة ل 16 لعيب مصري أو 20 لعيب مصري كمان زودنا عشان كله يستفيد. الخبير الأجنبي الصيني بالضبط، الصينيين هيبقوا معاهم مدربينهم، وفي نفس الوقت اللعيبة الصينيين موجودين بيتمرنوا معاهم. ويعني إحنا شايفينها أن دي فرصة، هتبقى فرصة للمدربين المصريين. يعني الاتحاد إن شاء الله يعني بصدد أنه هو يعمل تجمع للمدربين المصريين، يجوا يحضروا المعسكر كمشاهدة ومعايشة، يتفرجوا على التمرين بيتم ازاي بالذات في المرحلة الصغيرة دي، لان هي دي اللي هتعمل الابطال يعني. طب فده استكمالا لكلام حضرتك ان الصين لازم تستغل فعلا ولو بالطريقة. هم جايين لغاية عندنا، هم جايين لغاية عندنا. طب كلام محترم. هو الوقت بيجري كابتن ماجد، بس يعني خلينا قبل ما نختم حضرتك برضو تطمنا على باريس 2024. هل ممكن حتى وان كانت الصين هي اللي حاجزه اول مركزين طبعا والذهبيتين، لكن هل احنا نقدر نقول يعني هنرجع برضو ميدالية ولا لا؟ خلينا نطمن. اقول لحضرتك هو الصين زي ما بنقول، بس طبعا مفيش حاجه اسمها مستحيل. قبل كده كانت في صعوبه جدا، يعني العالم كله كان بيتنافس على الميداليه الثالثه يعني، بس هي دلوقتي يعني الحقيقه عمر عصر تحديدا ادى امل في القصه دي، لانه في طوكيو طلع الخامس يعني وصل لدور الثمانيه، وكان هي مباراه يخش مربع الذهبي ويبقى ممكن ياخد ميداليه. عمر عنده طموح كبير جدا ان هو يقدر يعمل حاجه، بيشتغل على نفسه، هو عايش في المانيا بيتمرن هناك وبيلعب برضو مع النادي الاهلي في الدوري المحلي، الاهلي بيستعين بيه. احنا واقفين وراه في اي حاجه هو بيطلبها طبعا، سواء هو او هنا او دينا تحديدا، يعني اللي هم في الرانكينج سابقين. يعني احنا عندنا عمر ال 21 في التصنيف العالمي، دينا ال 26 وهنا ال 30، فدول اقرب ناس لان هم يحققوا حاجه يعني. نتمنى ان المره دي يعني هي بتبقى مباراة، لو المباراة دي ربنا وفق فيها، يعني في طوكيو عمر قدر يفوز في 4 مباريات كلهم أبطال، كلهم أبطال عالم يعني.
لغاية لما اصطدم باللاعب رقم واحد في الصين اسمه مالونج، طبعا ده حاجة أسطورة يعني، فخسر منه. عنده كم سنة؟ مين؟ مالونج. مالونج عنده 34 تقريبا. وعمر؟ يعني عمر 31. أوكي. فبس هو مالونج خلاص ده يعني ممكن مش هيلعب. بس طبعا بيطلع هو اللي مدي للصين خصوصيه فظيعه بالشكل ده في الرياضه دي. هل فكره الممارسه من الصغر؟ هل فكره انتشار ترابيزات البينج بونج في كل حتى الشوارع اللي في الصين؟ يعني ايه اللي مديهم خصوصيه؟ هل تكنيك واسلوب اللعب؟ بنشوف ساعات حتى مسكه المضرب في بعض الاحيان للعيبة واللاعبات الصينيين يعني برضو مختلفين. اللعبة الشعبية فعلا. الاختلاف جاي منين؟ هي مادة بتدرس في المدارس، التنس الطاولة يعني في المدرسة، دي مادة بتدرس في المدرسة. وبعدين هم عشان مثلا ينتقوا 5 لاعبين للمنتخب بينقوهم من 100 لعيب، بيبقى عنده 100 لعيب بيعمل لهم تصفيات وبيعمل لهم اختبارات عشان في الآخر يوصل لأحسن 5. حتة الترابيزات اللي موجودة في كل مكان، الأندية يعني الشركات يعني كل حاجة فيها تنس طاولة، يعني أي شركة بتلاقي فيها طاولات لتنس الطاولة، الأندية في الشوارع. فبالإضافة هي أصلا هم جسمانياً برضو بلد بتساعد. المنشأ يعني هل الصين هي بلد؟ لا هي إنجلترا المنشأ، بس هي الصين اللي هي مكتسحة يعني لاقت عليهم زي حيك بتقول علشان جسمانياً برضو الشكل الجسماني يعني رجليهم، حركة رجليهم حاجة ربانية كده، برضو بتديهم أفضلية عن بقية دول العالم كله. كلام إن شاء الله الإنجاب اللي بيننا وبينهم يقل، وإن شاء الله يبقى لنا لقاء مع حضرتك قريب بإذن الرحمن نتكلم فيه عن الإنجازات بقى اللي هتتحقق الفترة اللي جاية. يا رب إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا فندم. نورتنا يا كابتن ماجد، كل التوفيق لحضراتكم إن شاء الله. في الفقرة دي عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه يخص النادي الأهلي، ولا سيما طبعا الماتش المهم يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله أمام سان جورج الإثيوبي للحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا. عن الاستعدادات لهذه المباراة وعن مشوار النادي الأهلي محليا وقاريا هنفتح الملفات دي كلها مع الأستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك بيك. وصباح الفل على حضرتك، واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله يبقى يوم جميل عليك. يا رب. اهلا بيك يا مسيو عبد القادر، يعني سعداء سعداء بيك اكيد. بص هقول لك على حاجه، اكيد هنتكلم في المباراه القادمه طبعا يوم الجمعه مع سان جورج، لكن في ناس كتيره كانت حتى انا بتابع يعني السوشيال ميديا يقول لك مش عايزين نقف قوي عند المباراه دي، لان هي مباراه الى حد كبير يعني مش هقول مضمونه، بس تعتبر من المباريات اللي ما فيهاش قلق. فخليني برضو اعرف وجهه نظرك على الموضوع ده. ده حقيقي طبعا، يعني احنا دايما بنقول ان ما فيش ماتش سهل وان ما ينفعش اللاعبين يستسهلوا، لكن هي يعني ممكن احنا نقول انها فعلا مباراه سهله. النادي الاهلي بيلعب الماتشين في ملعبه، ماتش الاولاني 3-0 والنادي الاهلي كان يعني مستواه تدريجي في المباراه، ما كانش اللاعبين بيبذلوا اقصى ما عندهم قوي، لان ده منطقي ان انت تقدر زي ما بنقول كده بالبلدي بيقولوا في الكوره بتوفر بنزين، ما تحرقش بنزين كتير في المباراه، لان انت لسه عندك ماتشات ثانيه، عندك ماتشات في الدوري المفروض مباراه اتاجلت امام سيراميكا هترجع تخش على معمعه الدوري بقى ومباريات متتاليه، بعد كده تروح الدوري السوبر الافريقي، فانت لازم تبقى موفر طاقتك بالكامل بالنسبه لكل اللاعبين، وده اللي هيحصل كمان في مباراه يوم الجمعه. يعني النادي الاهلي لو بيلعب يعني بيلعب باقصى طاقته، ماتش الجمعه ممكن يخلص بنتيجه 5-6-7 لو النادي الاهلي عايز يوصل النتيجه لكده، لكن ده مش مطلوب، وده مش مطلوب بالجمهور كمان، لازم يبقى عارف ان ده مش مطلوب. انت الماتش لو خلص 1-0، لو خلص 0-0، لو خلص باي نتيجه، في النهايه النادي الاهلي يهمه بس التاهل الى مرحله المجموعات في دوري الابطال. بتفوز بسكور كبير، مش دي بتبقى رسائل ضمنيه لكل المنافسين بعد كده؟ ده حقيقي طبعا، لكن مش بيبقى ده الهدف، يعني مش ده دايما الهدف. حتى في اوروبا بنشوف الفرق الكبيره في كاس كارباو مثلا في الدوري في انجلترا، بتلاقيهم مش بيلعبوا الفريق الاساسي زياده، يعني مش عايز يهلك نفسه. يعني امبارح كان في تصريح لجوارديولا بيقول ان هو هيرجع بعد الماتش يوم الخميس بالليل، هيسافر يوم الجمعه الصبح، فاكيد اللاعبين وهم في المباراه يسافر الماتش اللي بعده يعني طبعا. فاكيد اللاعبين وهم في المباراه يبقى عارفين ان هم بكره وبعده عندهم رحلتين صعبين جدا، فمش عايزين يبذلوا اقصى مجهود في الملعب، لا يعني ممكن نتمشى شويه في الملعب. وده حصل على فكره في كاس العالم، ده بيحصل يعني، حتى انا فاكره الماتش اللي كان بين السعوديه والارجنتين، يعني ما الارجنتين ما كانتش بتلعب بجد
هو ماتش الارجنتين كانت الارجنتين مش مديه السعوديه الاحترام الذي تستحقه يعني، لكن بالنسبه لماتش النادي الاهلي وسان جورج لا اعتقد النادي الاهلي بيحترم نفسه بشكل كبير جدا، لكن انا بتكلم على توفير الطاقه او على الذكاء في الملعب بالنسبه للاعبين وبالنسبه للمدرب، فانا اعتقد ان النادي الاهلي هيقدر يتعامل مع المباراه وهيحاول يمشيها بالشكل اللي هو عايزه يعني، طول ما الماتش 0-0 طول ما النادي الاهلي 1-0 بس لصالحه وما فيش اي مشكله صحيح. يعني المهم ان احنا نتاهل الى دور ال 16 اللي هو اصبح مرحله المجموعات دلوقتي، لان اللي جاي صعب جدا. النادي الاهلي هي داخل على موسم يعني ضرب نار طبعا، انت لما تكون حامل اللقب دايما النادي الاهلي بيواجه المشكله دي، لما تكون حامل اللقب كل الفرق بتبقى عايزه تضرب البطل، بتبقى عايزه تضرب الفتاوى زي الافلام القديمه طب. مين الفتاوى؟ لو ضربت الفتاوى ده هبقى انا الفتاوى. دي الفكره، ان النادي الاهلي طول ما هو حامل اللقب كل الفرق اللي بتواجهه مركزه اكتر، ده عايزين يجيبوا جول حتى يعني. فرقه سان جورج هيبقى همها الماتش اللي جاي ان هم يقولوا احنا جبنا جول في النادي الاهلي، والراجل اللي جاب جول يروح بلده يقول لا انا جبت هدف في النادي الاهلي الاكبر في القاره الافريقيه، وده مش كلام يعني مبالغات، ده حقيقه. لان النادي الاهلي فعلا 11 بطوله دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي بيلعب على البطوله ال 12 ان شاء الله، في نفس الوقت بيلعب على بطوله جديده خالص اللي هي دوري السوبر الافريقي، اللي ان شاء الله لو النادي الاهلي قدر يوفق بيها هيحط جزء كبير جدا كمان في تاريخه وفي خزنته كمان، لان هيكون ليها جوائز ماليه كبيره جدا يعني، اللي سمعناها حتى الان انها في حدود 6 مليون دولار للمركز الاول من ثلاث منافسين يعني، هما 6 مباريات ذهاب واياب، لكن في النهايه هتبقى مكسب كبير جدا. ولذلك النادي الاهلي السنه دي جدوله مزدحم جدا، وده اللي خلاه ان هو يرفض اي بطوله مستحدثه. كان رايق، ما هو نفس الزحمه، المشكله ان المره دي زاد عليه دوري السوبر الافريقي، وعايزين يزودوا عليه كمان بطوله السوبر المصري اللي اصبحت شبه السوبر الاسباني شويه، ان هم 4 فرق وبيلعبوا سيمي فاينل وفاينل، فالموضوع بيزيد كل شويه، المباريات بتزيد، وزياده عدد البطولات واستحداث المزيد منها ده في صالح لا. الرياضه دي ولا بيستنزف وبيستهلك الفرق، هو يمكن يكون في صالح المشاهدين شويه او حقوق البث بقى والرعايه والاعلانات والبزنس، البزنس بتاع الكوره بالظبط، الشق التجاري. لكن بالنسبه للاعبين والمدربين اكيد هم مش مبسوطين، وفي تصريحات كتير قوي في اوروبا من نجوم كتير في اوروبا، اخرهم تياجو الكانتارا وقبليهم بيب جوارديولا، ان هو بيقول ان ده يعني جوارديولا مثلا في الماتشات الاخيره مش لاقي حد يحطه على الدكه، بيحط 2 حراس منهم حارس معدي ال 40 سنه وبيجددوا له بس عشان هو دمه خفيف في غرف الملابس وبيقدر يتعامل مع اللاعبين يعني، هو ما بيلعبش عمره ما لعب يمكن كام دقايق قليله جدا، فهو حطه على الدكه لانه ما عندوش حد، بيجيب شباب من الاكاديميه بيحطهم على الدكه، فهي دي المشكله. هو دلوقتي بيقول لك احنا عندنا ماتشات كتير جدا، ده الناس اللي عندها جدول محترم بيشتكوا من الموضوع، فما بالك احنا هنا اصلا مش عارفين هنلعب امتى وهنلعب مع مين وهنلعب فين، فضغط المباريات دي بيجيب اصابات، بيجيب اللاعبين بتبقى منهكين مجهدين، حتى لو مش مصاب في الملعب بتلاقي مستواه مش اللي هو اللي انت متعود عليه، ده كل ده بسبب ضغط المباريات. فهو الموضوع انا خايف ان الشق التجاري ده يقتل متعه الكوره، حتى في بعض المراكز في الملعب ما بقتش موجوده، زي مركز مثلا لاعب رقم 10 ده كان زمان هو نجم الفريق، دلوقتي لا الكوره بقت تحس انها ميكانيكيه شويه، اللي هو تروس بتتحرك، ونجات بتجري بسرعه، باكات بتجري بسرعه، مدافعين اقوياء في النص ومدافعين اقوياء في خط الوسط، وبالتالي ما تحسش ان المتعه حتى بتاعت زمان موجوده. لا زمان الحقيقه كان الزمن الجميل في الكوره، عشان كان في عدد بطولات اقل وكان في مساحه ان انت تقدر تلعب بمزاج وتلعب يعني بشكل اريح ليك كلاعب حتى، فهي ضغوطات المباريات صعبه، وكمان انت بتتكلم عن في ازدياد في عدد البطولات، فده برضو امر شويه مش عارفه لصالحنا ولا ضدنا يعني، هيبان طبعا، بس يعني اتمنى ما يكونش في ضغوطات اكبر كمان من الموسم اللي قبليه. انا عايز اروح معاك محليا شويه عبد القادر، هو عبد القادر ولا عبد القادر؟ عبد القادر صح؟ الاثنين اي حاجه يعني عايز اروح معاك محليا شويه، الموسم ده بتشوفه ازاي مقارنه بالموسم الماضي؟ لان انت عندك بعض الانديه اللي هي كانت تحتل مركز ثاني في بعض الاحيان او اول في احيان اخرى نادره يعني، مستوى تراجع بشكل كبير جدا، دلوقتي عندك انديه شركات صعدت وبتنافس بقوه وكسبت فرق كمان جماهيريه كبيره جدا زي زاد والاسماعيلي، خليني اعرف وجهه نظرك، هل شايف الموسم ده فعلا مختلف وربما يبقى فيه كمان مفاجآت في الترتيب؟ هو زي ما كنا بنتكلم شويه عن البيزنس اللي بقى سائد في الكوره، نفس الكلام برضو وصل لنا في مصر في الدوري المحلي، هتلاقي الفرق اللي عندها فلوس هي الفرق اللي قادره تنافس، الفرق الشركات، الفرق اللي تابعه لمؤسسات تجاريه كبيره زي ما ذكرتي مثلا نادي زد اللي قدر يكسب الاسماعيلي اللي هو كان بطل دوري قبل كده 3 يعني مرات، يعني مش معقول بصراحه، كنا دايما نقول اهلي زمالك، بس زعلانه برضو يعني الاسماعيلي
نادي كبير جماهيري يعني. طبعا، لكن للاسف الفتره اللي فاتت طبعا الاسماعيلي دايما بينافس الفرق اللي بتحاول تتجنب الهبوط. الاسماعيلي عنده مشاكل كتيره جدا، بينما بنشوف نادي بيطلع اول ماتش يلعبه في تاريخه في الدوري الممتاز بيكسب الاسماعيلي وبيكسبه بسهوله، لان الاسماعيلي ما عندوش السكواد اللي يخليه يقدر ينافس في الدوري المصري. وده بسبب الازمات الماديه اللي لا تحل. ازمات ماديه وازمات اداريه، ما هي دايما الازمات الماديه دي بتيجي من الازمات الاداريه. النادي الاسماعيلي اكيد عنده جماهيريه واكيد عنده فاسيلتيز كويسه في محافظته، فالاداره اللي ما تقدرش تستغل ده الحقيقه انا شايف ان هي مشكله اداريه في المقام الاول ثم ماليه. اتحاد الكوره لما بيلاقي ان الانديه الجماهيريه الشعبيه اللي ليها تاريخ زي ما كنت لسه بقول لك طويل وعريض وليها درجه محبه، ده في انت عارف الجماعه في الاسماعيليه يعني عشاق لكره القدم الى اي درجه، زي ما في اسكندريه عشاق لنادي الاتحاد، زي ما اللي عايز اقوله ان مش من مصلحه الاتحاد المصري لكره القدم انه لما يلاقي ان في فريق ما، ولا سيما لما يكون الفريق ده جماهيري وشعبي وتاريخي، في كعباله فيه، مش لازم حد يمد ايده يحاول يحل المشكله يحاول يساعد عشان ما نفقدش كرة القدم متعة المشاهدة، وعشان ما نفقدش جماهير محبة لفريقها مش لاقية فريقها أصلا بينافس. هو الفكرة دلوقتي إن اتحاد الكرة هيتدخل هيعمل لهم إيه؟ يعني هم مثلا عندهم مشاكل وديون ومشاكل فقد اللاعبين، هو اتحاد الكرة ما يقدرش يديله هو الفلوس دي ويدفعها له. صحيح حصلت مع أندية تانية إن أحيانا الوزارة دخلت، الوزارة ممكن تساعد، وزارة الشباب والرياضة ممكن تساعد شوية في يعني إسقاط بعض الديون، في تقديم بعض الدعم للأندية، لكن بالنسبة لاتحاد الكرة الموضوع بيبقى صعب. هو الفكرة إن هو اتحاد الكرة بس جهة منظمة مش جهة مانحة أو جهة على قولك بلاش اتحاد الكرة، وزارة الشباب والرياضة أي جهة طبعا أي لازم كيان. الوزارة لازم الوزارة طبعا تدعم الأندية اللي بتحاول تقع، لازم الناس إذا كان عندنا لجنة يعني بتدير الكرة المصرية سواء في وزارة الشباب والرياضة او حتى في اتحاد الكوره لازم يشوفوا حل بقى، يعني يشوفوا حل يفكروا. لو فضلنا بالمنظر ده مش هنلاقي غير الاهلي والزمالك بس انديه جماهيريه، وهنلاقي بعد كده الجونه بقى وزاد انديه كلها شركات ومؤسسات، مش هتلاقي الاتحاد، مش هتلاقي المصري، مش هتلاقي الاسماعيلي، يمكن حتى في النهايه الموضوع يصفصف على الاهلي بس، بما ان الاهلي هو ايه ده هننافس نفسنا بقى ده هيبقى شيء ممتع اريح النبي اريح. ما هو ده اللي بيحصل في الوقت الحالي، بس يعني من حين لاخر النادي الاهلي بيواجه بعض المنافسه، لكن لو بصيت للتاريخ من اول ما بدانا الكوره لحد النهارده النادي الاهلي يعني واخد تقريبا اكتر من 60% من بطولات الدوري، النادي الاهلي واخد اكتر من ضعف منافسه في افريقيا في بطولات دوري الابطال. فلا بعد كده اصلا هتلاقي المنافسه بقى بتيجي زي ما شفنا مثلا بيراميدز الموسم اللي فات كان هو المنافس الاقوى للنادي الاهلي، الموسم الحالي مش بعيد تلاقي بيراميدز برده ونادي مودرن فيوتشر باسمه الجديد تلاقيه برده هو وبخطته الجديده تلاقيه برده بينافس النادي الاهلي، نادي الزمالك برده يظل دائما وابدا منافس للنادي الاهلي طبعا. فالفكره كلها ان الخريطه بتتغير ولازم الناس المسؤولين عن الكوره يحاولوا يفكروا في شكل او حمايه للانديه الجماهيريه، علشان مش عايز اقول لك ترجع ابطال، عشان تقدر تستمر في الصوره وتقدر تنافس الانديه الكبيره. قربت خلاص يعني اي لعيب كره دلوقتي بيجي له مثلا عقد بنادي الاسماعيلي ولا عقد بقى من البنك الاهلي او زد او اي نادي من الانديه اللي عندها قوه شرائيه كبيره مش هيفكر في الاسماعيلي، مش هيفكر في الجمهور اصلا، ما فيش جمهور بيملى الاستادات زي زمان، فهو مش فارقه معاه قوي. لكن زمان كنت تلاقي اللاعب ممكن يفكر شويه يروح النادي الجماهيري يلاقي الاستاد فيه 20 30 الف كلهم بيهتفوا باسمه ويفكر في دي، لكن دلوقتي انت حتى لو رحت نادي جماهيري مش هتلاقي الحته دي، لان الجمهور ما بقاش يملى الملاعب زي زمان. أيوة لو طبعا رحت النادي برضو من انديه الشركات مش هتلاقي جمهور اصلا، مش هتلاقي حد اصلا، يعني هتلاقي صوتك هتسمعه انت في الملعب. يعني بنسمع الماتشات دي فعلا لما بتذاع على التلفزيون بتسمع حوار اللاعبين في الملعب، بتسمع الحارس وهو بينادي على اللعيب لان الملعب فاضي ما فيهوش حد يعني. لكن يعني نتمنى ان الوضع يتحسن شويه، اذا كنا عايزين فعلا الدوري المصري ينافس دوريات مش عايز اقول اوروبيه، ينافس دوريات عربيه دلوقتي زي اللي بنشوفه في الخليج، ومش السعوديه، مش بتكلم عن السعوديه، اتكلم عن يعني الدوري الاماراتي مثلا، نشوف النجوم اللي موجودين فيه. كان في نادي زي الشارقه لما خد الدوري كنت تلاقي الملعب متقفل، ودي كانت حاجه مش دارجه قوي في الامارات ان الجمهور يملى الملعب في كل الماتشات كانه دوري انجليزي. فاحنا نتمنى ان احنا نشوف ده تاني في الدوري المصري ان شاء الله. هي معادلة صعبة، وفكرة هنا ملف تداخل رأس المال أصلا في كرة القدم ربما بيطبق في بعض الأندية وبعض الدول وبينجح، والبعض التاني بيفشل فشل كبير جدا. يعني مش عارفة ده برضو تفسيرها إيه، لأن هي نفس المعادلة لكن النتيجة بتبقى مختلفة. فهل أنت عندك وجهة نظر مثلا ليه بتنجح في بعض الأحيان وبتفشل في أحيان أخرى، تنجح في بعض الدول تفشل في دول تانية، لأن هي مش مقياس فعلا للنجاح أو فشل؟
هو الفكره ان الاداره دايما اختيار الاداره اهم من اختيار اهم من القوى الماليه او القوى الشرائيه اللي موجوده. يمكن اهم مثل ناجح في العالم دلوقتي عندنا مثالين، مثلا باريس سان جيرمان في فرنسا المملوك لقطر، ونادي مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد الاماراتي. هتلاقي ان النادي باريس سان جيرمان رغم ان منافسته سهله في الدوري الفرنسي، لكن النجاح اللي بيحققه محلي فقط، ما بيقدرش حتى ينافس في دوري الابطال. مانشستر سيتي بقاله فتره، سيبك انه كسب البطوله الفتره الاخيره، لكن بقاله فتره هو المرشح الاول او المرشح الثاني لبطوله دوري الابطال، بيوصل سيمي فاينل بيوصل فاينل، ف في نجاح كبير. ليه بقى؟ لان نادي مانشستر سيتي لما حب يستثمر، او الشيخ منصور لما حب يستثمر، جاب الناس اللي صنعوا نجاح برشلونه، جاب تشيكي بجرستين وفيران سوريانو، الاثنين دول هم اللي كانوا عملوا الطفره بتاع برشلونه مع بيب جوارديولا، وهم بعد كده اللي اقنعوا كمان بيب جوارديولا يروح نادي مانشستر سيتي. يعني ما عملش ضخ للفلوس، بس هو جاب الاداره اللي هي تنجح المنظومه اصلا. ده حقيقي، اختار الناس الصح في المكان الصح، وبعد كده بقى خدوا فلوس شوفوا انتوا عايزين تصرفوها ازاي. لكن انا ممكن ادي حد فلوس كتير جدا يجيب صفقات كلها فاشله زي ما شفنا بي اس جي. لا هي مش صفقات فاشله، بالعكس بي اس جي كان صفقاته كلها ناجحه، يعني بس خلينا نقول تشيلسي مثلا مع بعضه ما كانش ناجح على الارض. يعني لما يبقى عندك كل النجوم دي في فريق واحد ما نجحوش. ما فيش اداره رياضيه يعني مميزه في باريس سان جيرمان زي اللي كانت موجوده في السيتي. بيجيبوا نجوم وبيدفعوا مرتبات كبيره جدا، لكن في النهايه ما فيش نتائج. تشيلسي مثلا صرف مليار و200 مليون استرليني وما مش عارف يجيب جول حتى، يعني مش هقول لك مش عارف يكسب. بقى هو يعني الناس العالم كله دلوقتي بيتريق على تشيلسي او بيسخر من تشيلسي ان هو مسمينه فريق المليار، ومع ذلك مش عارف يطلع في التوب 10 حتى في الدوري الانجليزي الممتاز. وده صعب طبعا. طبعا على ذكر المان سيتي، فكرك ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونشوف الاهلي بيلعب في الفاينل كاس العالم للانديه امام مانشستر سيتي؟ والله يعني اتمنى، لان امبارح شفنا دعم جمهور الاهلي الكبير جدا. مجرد ما الفيفا فتح باب التذاكر علشان الحضور لقينا مليون انتظار، مليون شخص على موقع الفيفا منتظر عشان يحجز التذاكر. طبعا كان في امبارح منافسه كبيره جدا ما بين الاهلي وبين جمهور الاتحاد السعودي، لان الاثنين عايزين يحضروا اول ماتش اللي هو محتمل، او يعني خلينا نقول بالمنطق يعني الاهلي والاتحاد هيلعبوا في الكوارتر فاينل، لان اوكلاند سيتي دايما بيجي يخسر ماتش ويروح، فهو الاتحاد كمان مع بس بيروح يعني بالظبط هو بيروح في انديه ثانيه بتقعد تنتقب بره ما بتوصلش اصلا. النادي الثاني اللي عنده عدد مشاركات بعد النادي الاهلي في البطوله، فعنده تاريخ فعلا في انديه تحلم انها تروح وتخسر برضه زيه عادي. فهو الماتش الاولاني للنادي الاهلي غالبا او يعني بنسبه 99.9 ضد اتحاد جده، فده هيبقى البدايه. النادي الاهلي لو قدر يعدي المباراه دي طبعا هيبقى في ملعب الجوهره، ملعب الاتحاد، ماتش صعب جدا، لكن احنا بنراهن ان جمهور النادي الاهلي ان شاء الله على الاقل هيكون واخد نص الملعب، لان شفنا الضغط الجماهيري امبارح على موقع الفيفا علشان حجز التذاكر، شفنا مباراه السوبر جمهور الاهلي كان مالي الملعب ازاي. هتبقى نص ونص المفروض؟ هو الاهلي طلب كده فعلا من الفيفا، لكن الفيفا قال لا احنا بنفتح التذاكر زي اي ماتش كاس عالم والجمهور يقدر يحجز. لو الاتحاد حجز الملعب كله تمام، لو الاهلي حجز الملعب كله تمام. عشان كده امبارح كان في يعني ماتش حلو. كوتا محدده لكل فريق؟ لا 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 باسبقيه الحجز بالظبط، انت بتحجز مثلا في الدرجه الاولى، في الدرجه الثانيه، في الدرجه الثالثه. طب وده حلو ولا وحش؟ ده يطمن ولا يخوف؟ هو ده يحمس الجماهير شويه، لان كان بقول لك في ماتش امبارح بين السعوديين والمصريين على تويتر وعلى فيسبوك، ان حتى السعوديين قالوا يا جماعه بالراحه شويه، ده دي مش قرعه حج يعني، سيبونا ناخد شويه تذاكر، لان صفحات النادي الاهلي كلها ضغط ضغط ضغط، حتى اللي مش موجود في السعوديه بيحجز على امل. انا كان نفسي اروح كده، الفرصه صعبه بقى الا لو يعني هنعمل ايه؟ اتكلم حد. حاول بقى تشد كتف تزاحم معاك، ده الحل الوحيد. حاولي بقى. كان نفسي احضر الماتش ده فعلا يعني ان شاء الله ربنا يوفقك وتحضري، يعني ممكن تحضري مع الاعلاميين، لكن بالنسبه للجمهور اعتقد هتبقى صعبه قوي، لان امبارح كان بقول لك وصل العدد الانتظار على في غرفه الانتظار الافتراضيه مليون، ففي مليون شخص قاعد فاتح الموقع مستني دوره، يعني متخيل انت مليون و900 الف 800 الف يعني واحد بيبقى صراحه. انا متخيله يعني من ناحيه متخيلين، فاحنا متخيلين وده المتوقع من الجماهير بتاعتنا طبعا، وده شيء اعتقد يفرح ومفروض يكون دفعه للعيبه بتاعتنا. اتمنى يعني اعتقد لعيبه النادي الاهلي لو شافت وهي بتلعب في السعوديه والملعب اغلبه مصريين مع الفريق صاحب الملعب اصلا، يعني تخيل اتحاد جده في استاد القاهره فيلاقي 30,000 مثلا مشجع سعودي. ان شاء الله ده اللي هيحصل مع النادي الاهلي في ملعب الجوهره. الاتحاد عنده نجوم كتير يخوفوا زي كريم بنزيما، زي نجولو كانتي،
لكن لا النادي الاهلي يقدر ان هو يتعامل مع فريق الاتحاد رغم ان فريق الاتحاد فريق قوي جدا، حتى اللاعبين السعوديين اللي موجودين فيه، حتى اللاعبين المحترفين التانيين زي المغربي حمد الله مثلا، لا هم لاعبين مميزين جدا جدا، لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز بالمباراه. ولو النادي الاهلي كسب الماتش ده اعتقد ماتش السيمي فاينال مع بطل كوبا ليبرتادوريس لسه ما تحددش، هنعرفه بعد شهر نوفمبر لما البطوله عندهم تخلص في امريكا الجنوبيه، اعتقد هيبقى في فرصه كبيره المره دي للنادي الاهلي ان هو يتاهل. ما كسبناش بطل امريكا الجنوبيه غير بالميراس مره واحده بركلات الترجيح، ان شاء الله تتكرر المره الثانيه، وماتش النهائي بقى يعني لو وصلنا له ان شاء الله يا سلام يا سلام يعني هتبقى حاجه تخوف. بس ما تعلي السقف قوي ولو اني يعني لا انا مش هقول هنكسب السيتي، لا هو انا ما اعرفش على تويتر ان انا بشجع يعني مانشستر سيتي، فالناس تقول لي انت هتشجع الاهلي ولا مانشستر سيتي، اكيد طبعا وقتها هشجع النادي الاهلي لكن مانشستر سيتي لا، يعني لو انا ما بشجعش مانشستر سيتي هخاف ان انا العب ضده، يعني الحقيقه مرعب يعني ومن نوعيه عامل زي بايرن ميونخ، وان كان النادي الاهلي لعب بايرن ميونخ وخسر 2-0 بقى اتقل منه نسبيا في الفتره الاخيره طبعا، بس انا بتكلم على فكره ان هو لما بيلاقي المنافس مثلا خسران 2-3 بيبقى عايز يكسب 7 و8 فهي دي الفكره، فهيبقى ماتش صعب جدا جدا يعني وقتها ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتعامل، لكن مجرد اصلا انك توصل النهائي وتاخد ميداليه فضيه وتكسر شويه الميداليات البرونزيه في حلقه امبارح والنهارده، فكره ان دي يعني فرصه قد تكون يعني اخيره لفرق كتير بالزبط. لان الشكل بتاع كاس العالم للانديه بعد كده هيتغير وعدد ونوعيه المنافسين هيبقى موضوع تاني خالص، هيبقى اهم المجموعات اصلا هيبقى انجاز طبعا. كانك بتتكلم على منتخب مصر في كاس العالم وتقول يا رب بس نعدي المجموعات، ما بنعديش المجموعات في الثلاث مرات او في المرتين يعني في نظام المجموعات ما عديناش المجموعات، فبعد كده الانديه الافريقيه عموما او الانديه الاسيويه مش هتعرف تعدي المجموعات، لان هيبقى عندك فريق من اوروبا وعندك فريق من امريكا الجنوبيه او فريقين من اوروبا وفريق من امريكا الجنوبيه، فالموضوع هيبقى في منتهى الصعوبه. فيعني دي فرصتنا الاخيره فعلا ان احنا نقول النادي الاهلي كسب مره ثلاث مرات ميداليه برونزيه ومره ميداليه فضيه او ذهبيه ان شاء الله، يعني اعتقد المنتظر وجماهير النادي الاهلي من اللعيبه ومن الفريق باذن الله يقدروا يحققوا ده ان شاء الله ان شاء الله، لكن هو طبعا تحدي صعب جدا جدا، يعني مش عايزين نضغط عليهم نديهم اكتر من طاقتهم ونقول لهم لا لازم تكسبوا الاتحاد هناك، لازم تكسبوا بطل كوبا ليبرتادورس، لازم تكسبوا مانشستر سيتي لو تاهل، لازم تلعبوا احسن ده بشكل ضمني اصلا يعني من غير ما بتتقال بس مفهومه بالظبط. هو حتى حسين شحات في المعسكر بتاع النمسا هو قال يا رب نكسب كاس العالم، كان لقطه شهيره قوي لانه قبليها كان لقطه تحت المطر في الموسم اللي قبله قال يا رب نكسب افريقيا واتحققت، فهو نفس اللقطه المشابهه قال يا رب نكسب كاس العالم، فكل جمهور الاهلي بقى قال احنا مستنيين كاس العالم خلاص يا رب يجي، فمفيش حاجه بعيده على ربنا، لكن طبعا. المهم ان هم يعملوا اللي عليهم ويسعدوا الجمهور بالاداء المميز. شفنا النادي الاهلي لما خسر في كاس العالم اللي فات الجمهور يعني اشاد باغلب اللاعبين لان هم قدموا افضل اداء، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هم يعملوا اللي عليهم ويظهروا يعني بالمشهد وبالاداء اللي احنا فعلا نعرفه عنهم، وفعلا النتيجه صدقني وقتها الجماهير مش هتزعل لو لا قدر الله ما حصلناش على يعني مركز مختلف، بس نتمنى ان شاء الله بما ان دي الفرصه الافضل لينا كنادي اهلي ان احنا نحصل بقى على يعني تصنيف مختلف ونبقى تاني باذن الله او فضيه باذن الله ده يحصل، مش حاجه بعيده برضو عن النادي الاهلي يعني بالزبط. ان شاء الله نورتنا استاذ عبد القادر بجد، للاسف الوقت جري بس كانت قراءه اكيد سريعه بس يعني مميزه جدا كالعاده، شكرا جدا ان شاء الله يبقى لنا معاك قراءات وقراءات الفتره اللي جايه باذن الله، نورت الدنيا كلها ونشكرك على وجودك، وطبعا الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه، نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاحد الجاي، وبتمنى لكل حضراتكم ويك اند سعيد ان شاء الله، السلام عليكم.